مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاءنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال الأهلي ليلة، وبسعد بصحبة حضراتكم وإحنا معاكم في الأهلي ليلة على مدار 3 ساعات، وأيضا حيكون معايا في فقرات مختلفة ومتنوعة من خلال هذه الحلقة زملائي الأعزاء أمير هشام وزميلي العزيز الكابتن خالد العوضي، وتغطيات مختلفة تتعلق بموضوعات على مستوى كرة القدم وعلى مستوى كافة اللعبات والرياضات الأخرى. طبعا احنا جميعا سعداء بالتأهل والصعود لدوري المجموعات ودور 16 في البطولة الأفريقية، لأن هذه المرحلة زي ما قلنا سواء بننظر لمشوار النادي الأهلي في هذه الفترة على مستوى الدوري العام أو البطولات الدولية اللي بيشارك فيها، أن الحسابات في شهر ديسمبر بالنسبة لنا هي حسابات المكسب والخسارة والتأهل، سواء بنتكلم عن إجمالي مباراتين ده بالنسبة لبطولة أفريقيا أو المباراة الواحدة والحصول على نقاطها في الدوري الممتاز. أما القادم إن شاء الله فإحنا بنفترض أنه هيكون أفضل انطلاقا من بداية شهر يناير مع اكتمال الصفوف وعودة المصابين وقيد كل النجوم سواء اللي أضيفوا في الفترة الأخيرة، الصفقات اللي بيعمل الجميع داخل النادي على إتمامها في هذه المرحلة عشان تكون الأمور أفضل من حيث الأداء والنتائج. وهنتكلم باستفاضة في هذا اللقاء عن أمور كثيرة جدا محيطة بهذه المباراة. بنقول بالتأكيد هزيمة الأهلي في أي لقاء أو حتى فقد نقاط بالتعادل في أي مباراة من المباريات المحلية والدولية أمر لا يرضينا، ولكن هذه المرحلة مرحلة الحسابات اللي بتتعلق بالمكسب والخسارة، وهذا هو البعد الأول أو هو الأولوية القصوى لهذه المرحلة الانتقالية اللي فيها تعديلات كثيرة جدا بتجرى في صفوف الفريق من حيث التعاقدات والإدارة الفنية وشكل أداء الفريق في الفترة الجاية واكتمال الصفوف إن شاء الله. دي كلها تساؤلات مطروحة وهنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل. ويسعدنا في بداية هذا اللقاء فقرتنا الرئيسية النهاردة في الأهلي الليلة هو حوار موسع عن فريق الكرة ومشواره الأفريقي ومشواره أيضا ونتائجه الأخيرة في البطولة المفضلة لجمهور النادي الأهلي، المسابقة المحلية أو الدوري الممتاز المصري لكرة القدم. نرحب في بداية هذا الحوار بالناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع. مساء الخير وأهلا بحضرتك أستاذ عصام. أهلا بحضرتك أستاذ محمد وكل جمهور المتابعين في قناة الأهلي في مصر ووطننا العربي وقارة أفريقيا وكل مغتربينا المصريين. كل سنة وحضرتك طيب ويا رب يكون عام سعيد علينا جميعا إن شاء الله. على مصر أول شيء يا رب يا رب، يعني عام سعيد 2019 إن شاء الله هيكون في كل جديد في عنوان مصر الجديدة إن شاء الله. هنبدأ بآخر الأخبار طبعا هو ردود الأفعال ورؤية حضرتك لما دار فنيا خلال مباراة الأهلي على ملعب المنافس فريق أو بطل إثيوبيا فريق جيما، ونتيجة المباراة بفوز المنافس في هذا اللقاء على الأهلي 1-0. حضرتك شايف إجمالا التأهل والصعود لدور الستاشر، ولكن النتيجة طبعا اللي بنعتبرها بالتأكيد دايما غير مرضية لينا في حالة عدم الفوز في أي مباراة، شايف الأمور دي إزاي؟ هو لما تتحدث زي ما حضرتك بتتكلم عن هوى جماهير الأهلي هوى الإدارة الحمراء فيأتي دائما ما هو غلة وحصيلة من النقاط وعدد مرات الفوز مواكب لأداء دايما في القلعة الحمراء الناس بتنتظره من فرقها الرياضية، فما بالنا بكرة القدم، يعني كريمة الرياضة بالنسبة للأهلوية. ومن ثم يعني فصل الخطاب انت لخصته لما قلت انت في مرحلة تجميع النقاط سواء في الدوري او الصعود من التمهيدي الى دوري المجموعات، ويضمن الفارس الأحمر مكانه الطبيعي في دوري المجموعات. نقطتين كده ولكن الأمال بقى بتتزايد انه يكون فترة ما بعد يعني التحصيل ان صح التعبير ان تكون يعني ملفات التوضيب مش هقول الإصلاح جاهزة، ويعني الفايلات محطوطة جنب بعضها، جندي عصام مخرج منفذ منتج وكذا في كل مناحي مراكز اللاعبين أولا. ثانيا زي ما قلت مع حضرتك لو حضرتك فاكر أن هناك ما يسمى بروح الفانيلا الحمراء هي دائما يعني تساوي عطاء كامل، ولكن أن الأوان لأجساد جديدة أن تلبس يعني هذه الروح أو أن تلبسها هذه الروح. في المجمل العام ما أعلن حتى الآن من صفقات بالإضافة طبعا للتعاقد
مع الأرجواني لاساراتي لازاراتي حسب ما بيتنطق في كل يعني مجتمع على حدة. طب يتداول الاسم إعلاميا بأكثر من طريقة. أيوة. لاسارتي بس هو الاسم الأكثر شيوعا في يعني تداوله على وسائل الإعلام وفي المواقع لاسارتي. الجمهور أجمل حاجة بيقول لك لا أصل هم في أمريكا اللاتينية وبيعتبر يعني بيبقى في اجتهادات في يقول لك إيه هو لا هناك لازاراتي هم بيتكلموا زي الطلاق. الجمهور جميل متابع وبيسمع معلقين من كل صوب يعني في الأرض. ومن ثم طبعا حتى دي بدأ بشكل لطيف وهو الراجل فتح لنفسه نافذة مع الجمهور لما قال أنا يمكن مليان شوية لكن فانيلة الأهلي ترتدى يعني أو لباسها مناسبة لي بالضبط مش بس تصور بيها الصورة التقليدية اللي بيعملها كل النجوم يعني في الانتقال اللي هو عرض التيشيرت والرقم والاسم انه حب يدي انطباع للراي العام انه حيتمتع بروح لاعب من لاعبي النادي الاهلي بالظبط وانه جاء يعني ليكون جاهز وفورمه كمان باعتباره ارتدى الشعار ولم يفوز بالصوره وفقط يعني وبالتالي الناس بقى منتظره نتاج ده نتاج يعني لو حضرتك عايز توجه يعني رؤيه او رساله مختصره جدا لجمهور النادي الاهلي عن مباراه اليوم حضرتك عايز تقول لهم عن الرأي الصائب جدا في التوازن بين الفرحة بالصعود والتأهل واستمرارنا في مشوارنا الأفريقي والهدف إن شاء الله الأكبر هو الفوز بالبطولة والتأهل لكأس العالم للأندية وبعض الجماهير لو مش راضي عن النتيجة في المرحلة دي هل تقول لهم أو يمكن أن تقول لهم انتظروا شهر يناير القادم حتى تكتمل الصفوف ونرى الصورة الكاملة بعد عملية إعادة تشكيل وإعادة بناء هو الفريق. لازم لما عملوا تجديد في لوائح التحكيم عملوا بند كده اسمه هيت اند سي يعني الكرة جاية وأنا وأنت بنجري عليها وإحنا الاثنين أوفسايد ما لم يعني نلمسها الراجل ما بقاش بيرفع الراية يعني وبالتالي لابد من الانتظار ليناير هو موعد يعني الإفصاح هو موعد رفع الستار عن نجوم جدد يعني على مسرح الكرة الحمراء ومن ثم أعتقد هم بقى في انتظار عرض أوبرالي كما تعودوا كروي طبعا وبالتالي ليس أمامهم سبيل إلا مزيد من الانتظار خاصة أنه الانتظار طال وبقت أيام فارقة يعني فعلا ما بقاش الكلام ده الشهر الجاي نظريا يناير لكن احنا النهاردة في 23 منه ديسمبر يعني وبالتالي أسبوع فارق بين رغبة الجماهير العارمة في رؤية نجوم جدد تعاقد معهم الأهلي أيضا رغبتهم في أنه أنا متأكد مش شايف بس أو حاسس أو محلل أنه لا بقى في ربط بينهم وبين المدير الفني الأجنبي فعلا الناس كده وكأنها اتعرفت عليه قبل كده وكأنها شافت شغله قبل كده يبدو أنه فعلا من الفصيل اللي بيتعامل بما تريده الجماهير في منطقتنا واللي حضرتك قلت أنه احنا فعلا هناك شبه كبير بين أمريكا اللاتينية وقارتنا السمراء وأيضا شمالنا العربي الأفريقي بل ربما كمان عرب أسيا عندنا نفس الفكر عندنا نفس الحماس عندنا نفس العواطف عندنا نفس الدراما في التعامل واضح أن حضرتك متوقع أن لاسارتي بداياته حتى قبل ما نشوف الأداء في الملعب تحت قيادته رسميا وهو واقف بيدير أمور الفريق على الخط كمدير فني في الفترة الجاية بدءا من يوم 28 إن شاء الله بداية تفعيل مهمته رسميا مع الفريق إنه هيكون قادر على كسب وجه يعني حب وود الإعلام والرأي العام والجماهير من تعامله وسماته الشخصية من تعامله الأول وكمان حتى لو رحنا للجانب الفني لا مدير فني بيعرض عليه النادي الأهلي بحسب معلوماتي يعني فبيقول أعرف الأهلي فهو يعني من الكبار في البطولات طبقا للرانك العالمي ومن ثم يقول كمان أنا عارف الكرة في أفريقيا وعارف انه ده المورد الاساسي لمنتخب مصر وبالتالي كمان يوقن هذا فيرجئ الكلام 24 ساعة بمعنى انه مفيل الشغل وعايز يشوف شاف فعلا وما اعلمه انه هو جمع داتا بالاضافة للوسطاء بعتوله ما ارادوا اعتقد 6 مباريات ومن ثم قال لا ده الموضوع بقى كبير وباتت ليلته الثالثة أو زي ما بيقولوا 72 ساعة إلى أن قال أنا متأكد من معادلة فيها نجاح ومن ثم أنهى المفاوضات بوصوله للقاهرة فورا ده دي بداية بتقول إن الراجل ده جاي يشتغل حتى
يعني ولو انه كلام متعاد هناك من استطاع التقاطه يعني، اللي هي فكره انه جاي على الشغلانه، جاي على الصنعه، جاي على الملعب، لم يلتقي اولا المدير ولم يعني يكن هناك ما يسمى بروتوكول الضيافه في صالونات النادي اولا او واحده من قاعاته، لكنه راح على الشغل اولا، راح على حجره الملابس، راح ما كانش حريص قوي على البعد او الطابع والشكل الرسمي اللي هو كان بعدها يروح برضه، لكنه هو جاي بدأ بالملعب. ايوه جاي مفعم بما يبدو رآه من مباريات قدر يتابع منها، ماتش ماتشين مثلا لو قلنا، لانه خد معاه كمان سيديهات اخرى وراح الملعب من هنا من مصر، اتفرج على الماتش الاولاني، واعتقد كمان ان هو تابع مباراه اليوم، ما ظنش انه يفوتها يعني، او حتى انتظرها مسجله تابعها، لانه ده يفرق معاه بقى، يفرق معاه انه يشوف الشغل وهو بيتعمل. الناس طموحها بيزيد لما الايام بتقرب، ولما بتسمع عن لاعبين جدد وعن اخرين. هنا في تمايز على فكره بالنسبه حتى للاعبين اللي قلنا ان هم ممكن ما يكونوش من تلك الشريحه التي تسكن الجزيره الحمراء، لكن الحقيقه ما ترصده عن هؤلاء يعني اللاعبين انه لا متخاذل منهم، لا يمكن ان يكون الا بذل جهد مضاعف، لكن خلاص هو مش من سكان المنطقه دي، ففي حاله كده ما بتنفعش. هنا حضرتك بتفرق بين لاعب مقصر ولاعب مجتهد، ولكن امكاناته قد تكون محدوده او مش اعلى امكانات، لكنه يعني قدم الحقيقه ما يمكن ان يقدمه لاعب كره واثق في قدراته مهما كانت العلامه اللي هنديها له، ايضا جعل الجمهور يحترمه حتى لو لم يحب وجوده في النادي، مش لم يحبه، لكن هو احترم عدم تقصيره واجتهاده في النادي، وحتى لا يعزو ابدا فكره وجوده في النادي للاعب نفسه، بيتكلم عن من اتى به قبلا يعني، ده ربط يعني بيبقى دايما في النادي الاهلي. كلام حضرتك مهم جدا، هينقلنا لاكثر من حاجه مرتبطه بمباراه اليوم. اولا عشان نبقى بنوضح لحضراتكم بعض المفاهيم قد تكون بتنقصنا بعض المعلومات عن طبيعه الملعب وعن الجو والطقس ودرجه الحراره هناك، رغم الخبرات الكبيره اللي بيتمتع بيها النادي الاهلي في التعامل مع مناسبات مشابهه او مباريات مشابهه على مدار اعوام. اثيوبيا صعب جدا. ده بقى اللي عايز اكلم حضرتك هنقول مجموعه من الاخبار، التصريحات اللي صدرت بعد المباراه، تعليق من الجهاز الفني والجهاز الطبي حضرتك تعلق عليها لتوضيح بعض الامور اللي ممكن تبقى المعلومه مش كامله عند المشاهد وهو بيحكم او مؤكد. مش راضي عن النتيجه. هنا الكابتن محمد يوسف بيشكر اللاعبين، بيقول كل الفريق انه كانوا قدر المسؤوليه وعلى قدر المسؤوليه واجتهدوا ولم يقصر احد، لكن ظروف الطقس ونقص الاكسجين اثرت جدا. وبيقول على فكره الفريق ده انا توقعت ان مباراه العوده على ملعبه هتبقى صعبه، لانه شاف انه عنده بعض الامكانات وعنده تمويل جيد ادى الى وجود بعض العناصر، حتى لو الفريق ما عندوش الشهره والاسم والتاريخ المناسب او موازي للنادي الاهلي او قريب من مستوى انجازات النادي الاهلي، لكن كابتن يوسف بيقول الفريق ده عنده امكانات هو توقع من خلال متابعته في المباراه. على فكره راي حضرتك ايه في كره القدم؟ طبعا محمد يوسف خبره متعاظمه في مجال كره القدم، لكن الطقس في اثيوبيا ليس جديد. انا طبعا متاكد انه الطاقم الفني والطبي اكيد يعني ارى اذا احنا اللي مش في الشغلانه الا مراقبين قاريين وعارفين انه لابد لك من تاقلم ما اعلمه من 8 ل 11 يوم، يعني اذا كان الكلام يعني علمي قوي، حتى تستطيع ان تدرك الفارق، لانك بتلعب فوق مستوى سطح البحر من 23 ل 25 الف قدم، واعتقد انه الجمهور دايما بيسمعها لكن لا يدرك انه الاكسجين فعلا بيخلص فجاه، فقد تجد لاعب لا يستطيع ان يجري لقرابه الخمسه يارده، ده كلام حقيقي، ممكن في اخر المباراه تلحظه في بعض، لانه مش متاقلم على بذل نفس الجهد في الظروف دي. لا يمكن، لا يمكن. وهناك وقع شهيره، كان في منتخب وكان في اكثريه من نجوم الاهلي منتخب شباب، وفي التصفيات امم افريقيا للشباب وقتها مع الكابتن حلمي طولان، وده راجل يعني اما بنقول عليه كمدرب مصري بنقول دايما انه بطعم الاجانب، يعني مدرب ملتزم متزن، كسب هنا 5-0 في الاوقات ما بعد ال 45 دقيقه الاولى بدا التراجع في الاكسجين، وبالتالي خسر منتخب مصر 5-0، ولولا ضربات الجزاء لودع البطوله في مشهد زي ما بيقولوا المعلقين دراماتيكي جدا جدا. وبالتالي هل كان هناك يعني وقت مناسب للتاقلم علشان يظهر الاهلي في اقل مستوى للخسائر، وبالتالي يعني هدف واحد
ضمن الصعود. هل كان يجب أن يصل الأهلي مثلا صباح يوم المباراة؟ دي الحاجات اللي السؤال فيها مش هيبقى ملحة قوي، لأنه النتيجة عبرت بالنادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي الآن مقتنع وراضي باللي انت بتحققه ما دام في تحقق باللي تحقق. اذا كان يعني يتمنى ان ده يبقى مصحوب بنتيجه جيده في المباراه هناك، كان يتمنى، ولكنه عايش على امل انه القادم افضل، ومن ثم الهدف ضمن الوجود في دوري المجموعات، 3 نقاط حتى في الدوري ولو بدون اداء يعني تستحق المتابعه الجماهيريه، لكن ولا ترضى عنه الاداره ايضا، ولكن هي 3 نقاط الى ان ياتي يعني ما يسمى بأتوبيس يناير، اللي هو هينازل ناس قدام القلعة الحمراء وهيقول لناس شكرا أماكنكم محفوظة، بس أكيد ستغادروا إلى محطات أخرى يعني. وبالتالي أعتقد أن هي مفصلة نفسها. في توضيح تاني عايز تعقيب حضرتك عليه، كابتن محمد يوسف بيكمل تصريحاته تعقيبا على هذه المباراة، بيقول أن قائمة الأهلي تضم 23 لاعب كان غائب منهم 8 من عناصر النادي الأهلي أو من ضمن 23 اسم نتيجة للإصابة، وأن هذا الأمر بالتأكيد له تأثير على أي فريق، وأنه ده من العناصر طبعا اللي بتؤثر على فرص المدير الفني، وأنه كان يتمنى التفوق بعدد كبير من الأهداف في المباراة الأولى في برج العرب عشان يبقى في أريحية في اللقاء التاني. صحيح. أنا حتى مسجل قدامي هو أنه أحمد فتحي وعلي معلول كانوا لابسين لبس الكرة بس، لكن لا يمكن أبدا تحت أي ظرف من الظروف أنهم يلعبوا، لكن لا يمكن للنادي الأهلي أن يذهب إلى ملعب المباراة وعلى بنك الاحتياط بتاعه هتلاقي الرصيد مش 7. ليه؟ لأنه العدد منقوص أصلا بالإصابات، ومن ثم أحمد فتحي وعلي معلول اللي كانوا يعني في جاهزية بزي الرياضي، هم صحيح بدأوا مرحلة لعب كرة القدم لكن مش مباراة زي دي وتحت الضغوط دي. إنما ارتضى محمد يوسف أن يصحب الذين يمكن أن يطلق عليهم أصبحوا جاهزين لبدء لعب المباريات، بدلا من أن يكون بجواره 5 لاعبين فقط من أصل 7 لازم يبقوا هم رصيدك في بنك الاحتياط اللي قاعد جنبك. هي بس فكرة الملعب، يعني أنا الأوان أنه ما يبقاش ضمن منظومة كلامنا كمصريين عموما، فما بالنا بالأهلي والزمالك والكبار، يعني أنه الملعب كويس أو وحش. كل الملاعب يمكن التدرب عليها والتأقلم عليها، خاصة أن هذا هو كوكبنا وهذه هي قرارة، وأن نجوم النادي الأهلي عندهم خبرات كبيرة بالملاعب الأفريقية اللي فيها المشكلة دي. لكن المدير الفني مصري عربي وطني أجنبي مش بيدور يعني ما عنين عشان الناس يقولك هذا هيقول بيدور على شماعة، لا، لكن دايما بيقول الحكاية كلها، بس قد تكون أحيانا في حالة التباس، زي بالضبط جمل مهمة جدا اتقالت مع الوافد الأرجواني الجديد، اللي هي فكرة يجب الشك في كل ما حول الطب والإعداد في النادي الأهلي. فاللي فسر كلمة الشك دي، وأنا سامع الرجل وهو بيترجم له، يعني يقول لك الشك يبقى الناس دي بقى مش كويسة مهنيا يعني أو كذا، لكن هو يقصد عايز يدرس هل الحكاية اللاعبين لا يؤدوا بأعلى معدلات، هل اللاعبين تحت تأثير مثلا عدم الفوز بقسط من الراحة سواء مع بدايات المواسم أو في منتصفها أو حتى في يوم التدريب بيجهد ثم يذهب إلى المنزل ثم ينام مثلا في ساعة متأخرة حتى لو قاعد في البيت بيقرأ كتاب. وبالتالي عجبني قوي تفكيره اللي بدأ بيه الحكاية، إنه عايز يتأكد إن الأمور كلها وكل العوامل اللي بتخرج عن إطار الأداء الفني في الملعب سليمة، كل روافدها بقى دي ولا فيها مشكلة عايز يتحل، عايز يتشكك في كل حاجة فيه. طيب اللي بيكتب من 1 لـ10 هل هو اللي بيكتب ولا حد بيساعده؟ هل هو عارف الحرف من الرقم ولا لا؟ وبالتالي في الجانب الإعداد البدني، لأنه هو معاه معد بدني، وما علمناه وعلناه للرأي العام كون البعض يتصور انها ممكن تنتهي ازمته في اسبوع واسبوعين، اتضح انه البرنامج يبدا وينتهي خلال 90 يوم، يعني حتى برامج اذا ما اراد الرجل التحول نحو ما هو يعني احدث شيء في الاعداد البدني يحتاج لبرنامج كل ما يمكن ان يفوز به ان يتم الاستعداد والعمل عليه لمده 90 يوم كامله. ومن ثم اعتقد انه ده اللي الراجل هيشتغل عليه أول ما يوصل، بالإضافة للوصلة بقى الجديدة من نجوم
تعاقد معهم النادي الأهلي أو في الطريق أيضا للإفصاح عن وجودهم الكامل. يعني حضرتك مع التوجه ده للمدير الفني الجديد لسارتي أنه بيقول أن أنا عايز أسأل في كل الأمور وأراجع كل الأمور وأتأكد أن كل ما يتعلق بالأمور اللوجستية والطبية والخاصة بالأحمال وتجهيز اللاعبين والأدوات المتوفرة لهم والمناخ نفسه يساعدني على أن أحقق ما أريد كمدير فني؟ المناخ نفسه ليه؟ لأنه أطلقت يده منذ يعني إنهاء المكالمة بقدومه للقاهرة ومن ثم جه وشاف ما أعلم أنه صور الجيم يعني أو بعض الأدوات، فقد يكون هناك ما لم يصل بعد لمصر، لأنه لو وصل كنت هتلاقيه في جيم النادي الأهلي. أيضا عرفت الأسبوع اللي فات برضو من ناس حوالين الراجل يعني أنه في تدريبات أصلا حمائية، تدريبات حماية أثناء التسخين وقبل بدء المران، اللي هي ما بتجيبش إصابات اللي يقول لك أصل هو في التسخين ما سخنش كويس أو داس على نفسه. في تدريبات تقلل فرص إصابة اللاعب، اسمها كده تدريبات حماية قبل التسخين المباراة وفي مرحلة ما قبل بدء المران حتى الجزء البدني منه. أعتقد أن الراجل هيبقى جايب معاه أحدث موديل، جايب معاه كل الكتالوجات الجديدة، ومن ثم يعني أكيد هيكون في معادلة كان يحتاجها النادي الأهلي بل والكرة المصرية جمعاء. أظن كمان أو الأغلب من الظن وفي الحالات الإيجابية بيبقى خير، يعني مش اسم ولا حاجة، إنه لا هتلاقي مساحة من العمل، قد يتحول العمل ربما لمشفى خاص كده كما نأمل على يسار يعني حجرة الملابس أو يمنها، قد يكون هناك ما يسمى اليوم الكامل. صحيح مش أن اللعيبة تجيب شنطها وتيجي تقعد في النادي، لكن أن يبدأ اليوم وينتهي عند الحكي حتى في فترات الراحة مع لقاء أسرة الفريق، الناس بتقعد تتكلم فيما لديهم، قد يزيد مساحة تثقيف اللاعب احترافيا بألا يبذل جهد في القيادة، قد يعني يشير إليه بأن يكون لديه سائق، أن يكون لديه مدير أعمال غير الأخ السمسار، أنا آسف يعني، إلا نادرا طبعا في نماذج مشرفة يعني. وبالتالي أعتقد أن في يعني زاوية يعني أيضا هل هي أمور إيجابية اللي حضرتك تتكلم عنه ده بيتفق مع ما هو مسجل لما بنشوف البيانات المذكورة في كل وسائل الإعلام والمواقع عن تاريخ لسارتي كمدير فني؟ أيوة. من أول الأمور اللي بيشار إلى أنها ارتبطت باسمه كمدرب أو مدير فني هي الشغل البدني المتميز جدا مع الفرق اللي تولاه. إيه بقى اللي يؤكد وأنا يعني كلمتك أو وصفك المناخ، إيه اللي يؤكد بقى أن هذا القادم سيجد حوالي 99% من عناصر النجاح؟ أن الإدارة الحمراء اعتادت أن تبدأ مسيرة التطوير والتغيير. ولو حضرتك فاكر قلنا مستر كوتي، دوريفي، فايسا وآخرين، يعني كرامر الذي يعني نشأ على دي العظيم محمود الجوهر رحمه الله، وبالتالي لن يجد الرجل مقاومة للتحديث، بل على العكس ربما كانت إحدى فقرات الحوار التليفوني إحدى بنود العقد هو تحديث كل شيء في معسكر الأهلي وتشخيص القروي. المشكلة اللي كان بيعاني منها الفريق في الفترة اللي فاتت، علشان كده الحوار اللي أنا سمعته كده يعني مش نتاج سؤال مباشر، إنه هيشكك في كل حاجة، هو مش بيشكك مع حد لأنه عايز يدرس، يعني ترجمتها إنه عايز يدرس كل حاجة، عايز يضع من جديد يعني دستور للكرة الحمراء، وشاف المناخ ويعالج أسباب المشكلات عشان ما تكررش. مؤكد، لأنه القادم يحتاج بناء الفريق مش كاملا، لكن يحتاج بناء الفريق بمعنى أن أنت تجد ما لديك من لاعبين مسجلين ثم تنظر في أمراض. ونراجع كلام الراجل في أجزاء الحقيقة ربما لم تحلل كاملة، يعني لما تسأل أنت من اكتشفت جريزمان والعضاد سواريز، قال ويعني طب وليه ما تقولوش ان انا بعطي فرص للشباب اللي عندهم الطموح عندهم الشخصية، اذا انا مش جاي يعني لمجرد اكتشف لاعب وازود مساحته، لا انا جاي ارى ما لدي من يعني ادوات اولا، حتى عن الكلام عن الطريقة قال ان الطرق خلاص كلها معروفة ومهضومة، لكن ماذا لديك من ادوات تنفذ هذه الطريقة او تلك، ومن ثم هو كده ادى يعني جرز للاعبين، اوعى حد فيكم يفكر ان هاجي على قوام اساسي واخر احتياطي وربما ثالث لا رغبه في وجوده، لا سارى
الجميع واصطحب معاه سيديهات، ومن ثم اعتقد انه عشان كده ما بقاش في كلام كتير قوي عن التطوير والتحديث في جلب لاعبين جدد، بخلاف ما تم وضعه باستئناس بموقف سواء اللجنة الفنية ثم تولي الكابتن خطيب ورؤيته مع سيد عبد الحفيظ وتحديد التعاقدات اللي تم بعض في الفترة التعاقدات اللي. انت هتلاحظ انه حتى لو هناك ثمة كلام هتلاقي الراجل عرفه وقال اشوف الاول او انتظره، وده اللي يخلي 28 اللي كانت ممكن تبقى 1 او 2 يناير بقت 28 ديسمبر. وبالتالي القادم يعني ترتيب فريق كامل، الانهاء من حالة لا سلم ولا حرب في الاصابات والاعداد البدني، في لبس واضح ما عشان الناس اعتادت في يعني قناه ولو انها قناه نادي بحجم النادي لكن اعتادت دايما على الوضوح حتى في الفقره التحكيميه، لا غضاضه ان الراجل يقول فاول مش فاول على الاهلي او ضده او ليه. وبالتالي لا اعتقد انه هناك مساحه من التجهيز تنتظر الارجواني اللي انا شايف وحضرتك او حضرتك هنا عايز تقول بشكل هل تريد ان تقول بشكل مباشر استاذ عصام انه يبدو من امور كثيره جدا ان لا كان في مشكله محتاجه علاج مهمه جدا في الفتره اللي فاتت ظهرت؟ مؤكد انا عايزه واقفه يعني بس ده اللي لفت نظر المسؤولين. بس انت وانت جايب تتولى اداره النادي الاهلي عندك ملفات كتير جدا، عندك تركه، عندك كمان انك لا يمكن في النادي الاهلي على مدار تاريخه ان حد يطلع يقول الجندي هو السبب او عصام لو هو القادم فيقول ايه لا ده الاستاذ علي هو السبب او الاستاذ جندي يقول لا شوفوا عصام عمل ايه طب انا هحاول اصلح. هذه متروكه خارج كل البوابات الحمراء، ومن ثم انت حاولت تقلل اللود بحلو ومره باخطائه ها وما يمكن ان يكون ايجابي في النص، تاخرت بعض القرارات عادي جدا في عالم يعني يموج بما هو طلب للقمة ولا شيء، يعني حتى القمة مكرر ما بتنفعش مع الكبار، ومن ثم قد تدرك أحيانا قيمة الانتظار اللي الناس فاهمة انه سلبي فيتحول لإيجابي حتى سنة العطلة دي. لكن ما لم يمكن أن يتنازل عنه مجلس إدارة النادي الأهلي كان أن الأهلي أولا، وأن الأهلي لن يغامر بتلك الأرقام، أنا مش هقول العشوائية، الأرقام التي لا تحدث في كرة قدم، مدخلها اللي النادي الأهلي تعود عليه لا يساوي صرفها، ده ما يبقاش لا استثمار ولا تحديث ولا صناعة، بمعنى أن الأهلي لن يذهب إلى رقم 5 مليون دولار ولا يورو ولا 6 حتى وإن كان قادر على الدفع، لأنه حتى الآن بمقاييس النادي الأهلي ويمكن ده ما بيطرحش كتير للجمهور ولا للمشاهدين، دايما الكلام مع الكابتن وده كان من ايام الكابتن حسن انه الاواني يقين امتى انه ندي الاثنين لعيبه دول اللي قاعدين في الاستوديو اعلى رقم لما نعرف ان مبيعات التذاكر زادت وان هنقدر نضيف على البث كما فعل الاهلي في عقود لما نشوف ان الرقم اللي هيدفع ده له مردود على النادي من الشخص الذي دفع في هذا الرقم انفق عليه والا انت بتحولها لسلبيه في المصنع في غرفه الملابس لانه ما لم يكن هناك بتحوله المصنع خاسر بالظبط لو ما خدتش القرارات وفي نفس الوقت بعض العمال قدام الماكينات بيبقى عندهم جزء سلبي حتى لو الخطا منهم هيبقوا في حاله ايه هو ليه مهندس الجندي خد والمهندس حضرتك فكرتني باللي قاله الكابتن العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاسبوع الماضي معانا في الاهلي ليله في مداخله هاتفيه قال ما يفيد وليس نصا يعني قال ان احنا اشتغلنا لازم نوضح للراي العام ولجمهور النادي الاهلي ومشاهدي القناه ان احنا كان عندنا حرص على تحسين الكثير من الامور وضبط الكثير من الامور الهيكليه والاداريه والماليه جوه النادي عشان اما ننفق على كره القدم او على تعاقدات او على اتفاق مع مدير فني جديد او اي امور فيها انفاق ضخم تبقى كمان في اطار سليم لان النادي الاهلي مش معتاد ابدا على انه يلتزم التزام ما يبقاش قادر على سداده او الوفاء بيه وده كلام مهم جدا لانه ده الحد الادنى لانك تتخربش يعني اللي هو بس فكره الا تسد ما عليك ودي حاجه لم ترتبط ابدا بالعائله الحمراء لكن الاهم هي الجدوى الاهم ان تتحول لصانع ولديك منتج كما تصرف عليه يكون لديه مدخول لابد انه التوقيع مع محمد الجندي يساوي زياده التذاكر والمجات والشعارات والاعلام التي تباع هذه هي دراسه الجدوى التي شاهدناها على مدار تاريخ الاهلي مع التحديث في منتصف ثمانينات القرن الماضي على ما اعتقد يعني اللي هو زادت قوي مساحه
البيزنس في كرة القدم. يعني الأغلب الأهم بقى ما يقولك خلاص ماتشات لا يمكن الخمسة يشتروا تذكرة وتلاقيها موجودة. يقولك اللاعب ده بستة بسبعة، طب مين قال؟ طب هو مردوده كام؟ مع أن اللاعب هو الحلقة الوحيدة التي تستحق أن يصرف عليها كل الأرقام لأنه هو فرس السبق. عشان كده النادي الأهلي بيناشد الجمهور أنه يكون متواجد في المرحلة دي، لأن النادي الأهلي بينفق المال والجهد ويعني بيبذل وقت كبير جدا وتفكير وأطر لجعل الأمور مؤمنة وميسرة للجماهير، وحتى شكل الحجز يبقى بشكل إلكتروني وسهل على الجمهور وشكل حضاري. لم يكن تحديث ما كانش موجود في الفترة اللي فاتت. طيب أما لما تقول الشعارات اللي بيقولها عائلة الأهلي سواء مع آخر مجلس ربنا يا رب يوفقهم كابت خطيب والذين معه لما عملوا البرنامج اسمه عائلة الأهلي، طيب يا العائلة دي مش محتاجة أن الكل يعمل؟ يا العائلة دي مش محتاجة أنه يبقى في مدخول علشان كل حاجة تبقى منسقة وموجودة؟ هي العائلة دي لما تقول جمهوره هو حماه، هو حماه بس في خلق نوع من الذعر الكروي لدى المنافس في الملعب في بطولات أفريقية أو محلية، ولا أيضا لتمويل السلع دي؟ كما تحب نجم السينما أنت تحب نجم النادي الأهلي وأنت عاشق، وبالتالي عندما ينتج فيلم كلنا بنروح ناخد التذكرة، أيضا ينتج فريق وتنتج سعادة في صناعة ترفيه يقودها دايما النادي الأهلي. ده بالنسبة لكرة القدم، ولكن بلغة السينما ده شباك التذاكر. هو ده شباك التذاكر، هما الاثنين زي بعض. وأنا بسأل الناس هنا اللي لما بنقول لها كده أين الصناعة الحقيقية أين الاستثمار الحقيقي، بيرد علينا بكلام مهم غريب. مهم أستاذ عصام، البعض قد يسأل الآن، المشاهدين اللي بيسمعوا حضرتك دلوقتي هيقولوا النادي الأهلي بقاله سنين بيبذل خطوات من أجل تحقيق شيء في منظومة كرة القدم الاحترافية وشركات كرة القدم والصناعة وتطويرها، هل هو قادر بمفرده على تحقيق هذا الهدف، ولا لازم يبقى في تحرك من المسؤولين في الرياضة المصرية وفي اتحاد الكرة؟ لازم إرادة الدولة، وأنا سعيد الحقيقة لا تفرض على اتحاد الكرة مع احترام الأصدقائنا في الاتحاد، يعني لأن لا زالوا مش عايزين يعملوا رابطة أندية محترفة، يتحدثوا عن لجنة أندية هي في الآخر لا بتتقاضى أجر ولا حد هيحاسبها. استراتيجيتك إيه؟ هتقدر تخلي لنا الدوري ده بعد كام سنة بكام؟ الأهلي متكلم عن الموضوع ده من أكثر من 10 سنين وقام بتنظيم مؤتمر في النادي الأهلي 15 سنة إن لم يكونوا يعني في الحد الأدنى 10 يعني، لكن أعتقد أنه أكثر من 10، لكن ما علينا، هي بدأت بالفعل أهو من عقد على الأقل. ومن ثم لا يمكن أبدا أن أنت تتكلم، بينما بعض مناحي الصناعة دي لسه مانوال، لا يجوز يا أخي. عندما طالب الأهلي بالتحول نحو الحجز الإلكتروني حدثت همامات، وانا اقول لك النادي ببلغ، يا عم بلغ عنك ايه يا شباب، انتوا شباب يعني مثقفين وشفتوا ما لم تراه اجيال اخرى، كل العالم مفيش حد بيروح يجيب تذكره الكرتون دي، كله اونلاين يا جماعه، وانتوا بتعملوا ده وبتشتروا حاجات ليكوا جينز وكذا، تقدروا تواجهوا يعني انت بتعمل ده ايه؟ بلغ ايه واداله معلومات عنك ايه وايه ده؟ ايه ده؟ انت الان تتحدث لغة البعض لا يريدها والبعض مش فاهم مفرداتها، بين هذا وذاك إرادة الدولة. بس أنا سعيد بإرادة الدولة، وقلت لحضرتك قبل كده حتى بعيدا عن الهواء في لقاءاتنا، لا هذا الملف موجود الآن للتنفيذ، ملف الصناعة، ملف أن تكون صناعة الترفيه لها مدخول. يا عزيزي مفيش حاجة اسمها على البركة، احنا متطوعين. هل تطلب من الدولة الآن اتخاذ قرارات ووضع سياسات ورؤية لإدارة الرياضة في مصر تفرض وجود واقع اسمه دوري المحترفين المصري؟ حصل حضرتك، ولدينا الآن شركاء في الرعاية، النادي الأهلي الذي شركة وهي شركة وطنية باستثمارات وطنية، هذا لا يعني أننا لا نريد جلب شراكات واستثمارات عربية في البداية ثم من كل العالم. ليه؟ لأنه ده اللي نار ونارنا، اللي عايز رياضته تبقى أدوات أيضا احترافية، فأنا بقول البداية شراكات عربية، ولكن مرة تانية أن أنت تعمل ده فأنت بتهيئ البنية دي كلها للقادم الجديد، لأن الاستثمار في الصناعة دي في بدايتها مردود الحقيقة هم شجعان، يعني عشان كده أنا فخور أن رأس مالية وطنية. ليه؟ لأنه الحقيقة مردودها مش زي أي بيزنس آخر أو حتى صناعة، مش هقول تجارة لا، ولا أي صناعة هيبقى مردودها أقل شوية، إنما
لما المصنع بقى بينتج بكامل طاقته، لا يا حبيبي خلاص بقت من اغلى اغلى ها ما يمكن ان يكون. بس حضرتك قلت حصل، عايزين نوضح الامر للساده المشاهدين، في حصل مواقف ومبادرات من النادي الاهلي وخطوات، في مبادرات لوجود كيانات بترعى النشاط الرياضي في مصر، كيانات وطنيه زي برزنتيشن. نتحدث عن وجود بقى تحويل المنظومه الكرويه الدوري نفسه الى مسابقه بهذا الشكل الاحترافي. بالظبط، لانك ما هو في استادات اهي، لانك تروح الملعب فتسمع مزيكا من الحيطه وتلاقي تواليت لائق وتلاقي رقم لكرسيك وتلاقي يا سيدي اللي عايزين ندخله، خلينا نتكلم بصراحه فور فري، بنهدي له التذكره برقم، اهلا بيه يا سيدي، مفيش اي مشكله. دائما هناك من هم على تماس تستطيع ان تهدي وتتهادى يعني. وبالتالي اعتقد ان الملف ده الدوله اول حاجه عملتها ان ماما الحكومه مش تدي حد من دول فلوس، وستبدا في محاسبته على ما لديه، ما لم يكن قد صنع نادي على حسابه. حتى عندما تصنع نادي على حسابك، ولننظر للاستثمارات العربية التي تشرفنا في الخارج، شوف لما الناس اشتروا، الإماراتيين أشقان اشتروا المان سيتي، هل جلبوا صفقات أغلى من السعر؟ هل في اقتصادياتهم ما يبين أنه صرف 200 مليار ولم يدخل لمصنع المان سيتي إلا 20 أو 190؟ ممنوع، رونج، يروحوا في داهيه كرويه يعني ويحاسبوا، لان في سياسات ماليه منظمه لهذه الرياضه وشديده وصارمه جدا في الدوري الانجليزي. ضد صناعتك حتى لا يكون هذا الانفتاح، ضد صناعتك، ضد منجم في 104 مليون بني ادم، كل العالم بيقول علينا منجم. هناك عنوان من 2013 اسمه مصر الجديده، هناك ملفات للتنميه العامره بها مصر، أن أوان رفع الستار عن هذا الملف. وحضرتك تتذكر اللي تم الاستعانة به كواحد من أفضل النماذج في العالم لإمكانية تطبيق شيء مشابه لها أو يحاكيها، هو الدوري الإنجليزي البريمير ليج. كان النادي الأهلي اختار متحدث رسمي في النادي الأهلي من ممثل لرابطة المحترفين في الدوري الإنجليزي، وحصل سيمينار حوالي ثلاث على مدار ثلاث أيام، والمهندس عادل القيعي كان منظم لجزء من الموضوع، بس مش فاكر بالظبط كان يعني. مشاركاته كان أيامها كابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب في مجلس الإدارة، المهندس خالد مرتجي. أيوه كابتن حسن وكابتن خطيب والمهندس خالد مرتجي تحدث في هذا المؤتمر، واعتقد ان هو كمان تأهل في الخارج. حتى السيد عمرو فاروق وهو وزير في الدوله ذهب نحو هذا الهوى لتحديث مصر. طب لو حضرتك بتطالب مين؟ ايه اللي ناقص عشان الدوري بتاعنا يبقى دوري محترفين فعلا زي ما احنا بنشوف الدوريات العالميه وتبقى صناعه رائعه؟ انا اطالب الدوله انه بعض التعليلات في قانون الرياضه، وليس فقط ان يعني تكلم بقى اتحاد الكرة في ودنه السيد وزير الشباب علنا يقولوا لهم لن نرى مرة أخرى واحد بيقول أنا متطوع. لجنة مسابقات مفيش متطوع، لجنة طوارئ مفيش متطوع. أتمنى أن نشوف كل حاجة على الهواء أونلاين، أتمنى أن نشوف تسعيرة ضربة وقفة، مفيش حاجة بيجتمعوا لها عشان يقرروا فيقولك أصل الكوع ده حنين شوية، لا أصل هو اعتذر له. نشوف التحكيم مش اجتهاد وخطوط موبايل فالشريحه تقع، لا، الادوات اللي بتيجي يا راجل الرزاز ده، وما تقوليش دي حاجات، دي لما تبدا بيها الصغيرات دي هي اللي بتاتي بالصناعه كامله. عشان كده قلت لحضرتك الشركاء اللي موجودين براس مال وطني هيجذبوا استثمارات خارجيه. ليه؟ لانه الشغل هيبقى بالبلدي زي جمهور الكره على ميه بيضاء، الساحه ستكون مهيئه، لن تكون هناك عوائق ولن يسرق جهد المجتهدين. ومن ثم اعتقد انه ده يليق على مشروعيه اسمها قانون يحكم الجميع في الاستثمار، وايضا على تطوير نحو دوري اعتقد انه خلال موسمين يساوي من 4 ل 6 مليار جنيه. واعتقد ان بقول هل يقف اتحاد الكره مع هذا الاتجاه سواء فرض عليه او كان شريك في التحضير له، ولا هيحاول ياخر الخطوه دي لانه بعض الناس بتقول انها قد تصطدم ب هيمنة اتحاد الكرة او صلاحياته على كرة القدم؟ هنا بقى الجمال، او هتسحب من الصلاحيات هنا بقى بدل ما نروح لاتحاد الكرة. اولا لازم يحصل العديد من التعديلات في اتحاد الكرة، لا يمكن ان تكون بتعمل مع الاتحاد وضد الاتحاد، ان تكون بتعمل عملين على نفس الاقتراب وعلى مسافات واحدة، ويعني ده ملف يحتاج اوقات. لكن الاهم انه مش بس ما يقاومش، انه الجمعيه العموميه التي هي الانديه لا ترضى ابدا ان رابطه المحترفين اللي هي 18 نادي يبقى اللي بيقعد علشان يتكلم عنها 216 نادي او 261 نادي، اللي بيلاقي 50,000 ها ومشغل 3-4 قرايبه في انديه يا ريتها الشعبيه. ها يا استاذ محمد وحضرتك عارف، تعالى نقول للجمهور العظيم اللي بيتابعنا ده، من العار ان تكون من ليفربول وتشجع
فريق مانشستر المدينة الأخرى، هذا ما كان يحدث العار الكروي طبعا، هذا ما كان يحدث في المحروسة، المنصورة، اسكندرية، السويس، اسماعيلية، بورسعيد، صح ولا لا؟ لم تكن الكيانات اللي محدش في مباريات مع أندية وبتدفع فلوس كتير جدا لنا وحضرتك ومثلا زملائنا في القناة 5-6 مش هنشتري، ويمكن لو بعتوا لنا ده مش هنروح برضو، ومش هنجيب مج لبنتنا ولا لخطيبتنا ولا لزميلتنا ولا لجارتنا ولا أي حاجة. كل ده أنا أوان أن يختفي وأن تمتلك الدولة هذه الإرادة. وأعتقد إيه الرقم اللي حضرتك شايف أنه منطقي أنه هو يكون رقم من لهم حق التصويت في هذه الجمعية العمومية لأندية المحترفين؟ أعتقد أول حاجة زعلتني من اتحاد الكرة ومع الانتخابات أو الجمعية العمومية اللي فاتت أن يرجئوا أن يكون دوري ما بعد الممتاز، سموه بقى مش عارف إيه كده الممتاز به، مفيش حاجة في العالم اسمها الممتاز به، في بريمير ليج وسكند ديفيجن، يعني دوري الدرجه الثانيه على طول، والدرجه الثانيه كانت امنيه يا اخي انه اللي فوق يبقى زي اللي بعده، ثم مجموعات ثم حركات ثم هوايات ثم يا حضرات زي ما هم عايزين. التاجيله دي الحقيقه ألمتني جدا. ده اول حاجه. اذا المطلوب ان تكون هذه الرابطه من 18 نادي للبريمير ليج ومثلهم، او لو هم لسه 70 ومصممين يقعدوا بيهم سنه ولا اتنين يبقى مثلهم للرابطه الاخرى، ثم اللي تحت دول بقى الله يكون في عونهم يطلعوا 150. حضرتك بتقول على اقصى تقدير يكون حق التصويت لانديه الدوري الممتاز المصري ودوري الدرجه الثانيه، هو ده اللي بره الرابطه الانجليزيه ما بتبيعش كل الدوريات، بتبيع بس دوري اللي بتاع، لان الناس دي بتاخد فلوس. حضرتك الرابطه دي مفيش حد بيقول، لا انا بستوضح الامر لانه ما وضحش في النهايه بالنسبه لي كلام حضرتك، طبعا رؤيه واضحه جدا، لكن حضرتك بتتمنى الصوره المثاليه انه يكون التصويت لانديه الممتاز فقط ولا انديه الممتاز ومعاهم في مصر انديه الدرجه الثانيه؟ ولو اللي هو الدرجه الثانيه ان شاء الله الامل ده يتحقق، رضوا ام لم يرضوا، يبقى موجودين دول ودول في رابطه واحده موافقين، ده على اقصى تقدير، على اقصى تقدير. لكن طالما هي لسه مجموعات يشوفوا لهم هم رابطه لوحديهم بقى، لدرجة انه الكيانات الاستثمارية الوطنية الوقتي بتبدأ تزعلهم وتديهم فلوس كده رعاية، لانه حق المجتمع. مش يعني حضرتك هنا بتقول ان ما ينفعش الامر يستمر كده؟ لا لا يمكن. بالشكل ده نحن لا نزكي وجود صناعة رابحة في كرة القدم، لا يمكن. واعتقد انه من فقل الخير، سيبك بقى من ده، كان معانا من 30 يونيو 2013، وبامتداد كل مناحي التنمية في المحروسة العظيمة دي لغاية لما اقولك انه كمان في الملف ده تأتي 2019 الكان أو أمم أفريقيا لتقام في مصر، أعتقد ده هيكون فعل خير، وأعتقد أن الملف الدولة ستجبر بحب كل من يدير هذه الصناعة أن يمتثل لأن تتحول لاقتصاديات هامة يحتاجها هذا الوطن إن شاء الله. طبعا الكلام مع حضرتك احنا دايما اعتدت ان احنا نتكلم في اتجاهات كثيرة جدا، ولو اتسع الوقت سنعود لهذا المجال، ولكن عايز ارجع لبداية حديثنا عن المباراة عشان بس حاجة محدش يقول من اللي بيتابعونا انه يا جماعة هو انتوا قلتوا المبررات بس وجهة نظر كابتن محمد يوسف، ولسه هنستعرض كمان تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ. بالعكس انا بعض المبررات مش عاجباني. احنا قلنا لا، بس احنا اتكلمنا بموضوعية شديدة وقلنا طبعا الاهلي مطلوب منه يفوز في كل اللقاءات. في نقطة هسأل حضرتك عنها، لان احيانا بيتم تداولها بين جماهير الاهلي، انه مهما كانت الظروف حتى لو المباراة اجمالي اللقاءين وصلنا لدوري المجموعات، الا انه في ناس بتقول يا جماعة النادي الاهلي اعتاد برصيده وتاريخه وانجازاته واسمه انه المنافس يهابه، وانه رصيده وسجله في اي بطولة يبقى بيؤكد انه على قدر هذا الاسم وهذا التاريخ، وان الاداء يبقى ما فيهوش خسائر او محطات تخلي في جرأة من الفرق اللي هتواجه الاهلي في الفترة الجاية. حضرتك مع الرأي ده ولا ضده؟ لا طبعا، ان الاهلي ما يخسرش في مشواره ويحاول انه الكلام ده قديم شويه بقى. يعني الكلام ده كان ينفع من 10 15 سنه اللي احنا بنتكلم فيه، مش عملي. لكن الان اصبحت هناك في قارتنا السمراء وحولنا في كل العالم ما يسمى باهداف هذه الصناعه، وراجع مازيمبي وراجع القطن الكاميروني وراجع حتى الفريق اللي الاهلي كان بيلعبه، جيما هو نتاج رجال اعمال واسمه فريق الملوك والمليونيرات وحاجات كتيره قوي اكيد طبعا انتوا غطيتوها يعني في القناه. لكن الاهم هناك فاترينا اصبح العامل الذي هو اللاعب يفرض نفسه، يفرض اسلوبه. خلي بالك انت الان لا تشتري فقط لاعب برشلونه ب 100 مليون، لا، قد تشتريه من اي ريال بقى، ما اعرفش اني ريال فيهم اللي هو في الدرجه الثالثه مثلا،
ب 90 مليون. ليه؟ لان هذا اللاعب افصح عن وجوده، اتعرض في الفاترينا اللي هي اسمها الاحتراف، اللي هي اسمها الصناعه، ومن ثم لا دي مقوله قديمه قوي ان يتراجعوا. كانوا بيتراجعوا في قارتنا العظيمه دي لما كانت الكره عندهم اتحادات مسيطره وخلصنا، والدوله بتضخ على قد ما تقدر. كنا بنشوف لعيبه سواقين تاكسي ولا يعيبهم طبعا، لكنه مش فاضي للكره. انا شفت ثلاثه من لعيبه كوتوكو في تسعينات القرن الماضي جايين بتاكسيات، عرفت من احد الذين تعلموا في الازهر، قال لي هؤلاء يعملون سائقي سيارات اجره. لا حضرتك هنا شفت السؤال من زاويته العكسيه، انه فكره ان المنافس له حق في الطموح في المباراه طبعاً، وان الامور اصبحت متغيره في احتراف وفي انفاق وفي تمويل، واصبح المدرب الوطني اللي كنا الاول. لا احنا كان قصدنا من زاويه رؤيتنا احنا الاهلي، نادي الاهلي لهذه المباراه، ان النادي الاهلي يحاول، مفترض في جماهير بتقول انه يحاول قدر المستطاع انه يبقى نتائجه كلها متميزه جدا في مشواره في البطوله، لانها بتصعد من فرص كل مباراه وبتعلي. لازم يعرفوا ان في دروب، والجمهور مش واخد باله ان في دروب. انا بتكلم عن اتنين لعيبه نجوم كبار جدا، مش هنقول اجايين اللي لسه ما دخلش ولا عاشور اللي لسه ما اكتملش، لكن احمد فتحي وعلي معلول لابسين لبس الكوره وشادين الشده زي يعني الميري زي ما بيقولوا الشباب كده، لكنه لا يمكن يلعب لانه لسه راجع من الاصابه، لانه لسه راجع. وبالتالي هيجيب منين اللي انت عايزه ده؟ لا بس انت عايز تطمن الجمهور الاهلاوي وقول له اوعى تفكر انها فقدت. لا انت ما اتنشلتش يا صديقي، لكن الموجودات الان تحتاج لبعض الرتوش زي ما قلنا. هناك مستجدات، هناك دفعة جديدة هتدخل على هذا الجيش الأحمر، لا ونجوم هيرجعوا للمشاركة كمان إن شاء الله، بالإضافة لأركان هذا الفريق التي كانت تحمل على أكتافها بقى اللي حضرتك قلته ده، إنها تخوف أحيانا حتى لو التيم كله مش في أفضل حالاته اليوم، لكن في تقل في الملعب ما بيسمحش بالتفوق على الفريق، وكمان ما كنتش تشوفه على مدار مثلا 6 أسابيع ورا بعض، لا ما لا تقبل وغير محمودة في النادي الأهلي. ومن ثم لا طبعا الناس برضو، بس الناس بتقول لا عمرنا ما هنصدق ان الاهلي يروح الناحيه دي. طب هو راح فين؟ لا زال لديه مؤجلات، لا زال لديه فرص في التغيير. قلنا بقى انه رغم كل ده اسبوع فارق عن 28 يناير وعن بدايه 28 ديسمبر وبدايه شهر يناير، ثلاث ايام اخرى يظهر نجومك الذين يعني المفترض يا استاذ عصام ان احنا الامور هنشوف فريق بشكل مختلف تماما ان شاء الله وروح مختلفه تماما من بدايه يناير مؤكد باذن الله. فبالتالي لا شماعات، وعشان كده انا بقول لك لو حد في النادي الاهلي وقلناها كتير هنا وفي كل حته بنملك ان نقول فيها كلمه حق، لا ما حدش يقول لي بلعب كل 72 ساعه. حضرتك شوف الكتاب بيقول تعمل ايه عشان 72 ساعه، تعمل ايه عشان تسافر وترجع، ما تقوليش اقعد 5 ايام واما ارجع ما العبش. وعجبني جدا ان النادي الاهلي لعب ماتش في نص الحكايه. انت بقى عايز تشوف رود طيران تاني شوف، ما انت عايز تقول لي اصنع ليه، ما انت عايز تقول لي انا الكبير ليه، ما انت عايز تجود على الاقتصاد المصري بانك تضيف له اسهم جديده اسمها صناعه الرياضه وفي القلب منها مصانع كره القدم. على اي اساس؟ هذا هو شان الكبار والاحتراف في القلب منه. لا يمكن ان احنا نصبر كثيرا بقى على سماع كمان، احنا قلنا النجوم هم خيول السباق التي تستحق كل السكر النبات وكل الشربطات وكل. فازاي بشكل علمي واكاديمي واحترافي تبقى غياباتهم في اضيق الكلام، وازاي هو كمان يقنع ان في وظيفه اسمها لاعب كره فلا يفر من المران تحت اي مسمى غير احتراف النادي، او لو غاب او تعرض لاصابه بعد بكره ازاي يرجع في اسرع مدى زمني متعرف عليه عالميا من الاصابه دي. من كله بقى اذا عرف ان هو معلقه يعني ملح واحده على الشوربه هي الافضل، لو نفسه في معلقه وحته لا يمكن. اشياء مقابل اشياء يا عزيزي. طيب انا عايز حضرتك كمان ومقابل ما يسمى مهنتك. طيب انا عايز حضرتك تعاقب كمان على تصريحات او تعليق الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره عاقب هذه المباراه، بيقول لعبنا هذه المباراه في ظروف صعبه سواء من حيث الطقس السيء او ارضيه الملعب، ولكن الاهم ان الاهلي تاهل الى دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، واشار الى ان الاهلي اهدر العديد من الفرص وهو درس يجب ان نتعلم منه ويتعلم منه الفريق خاصه في مثل هذه المواجهات بالغه الاهميه، وشدد ايضا على ان الفريق اجتاز عقبات كثيره في بطوله الدوري العام ودوري ابطال افريقيا في المرحله الصعبه التي يمر بها الفريق، وبشكل عام الاهلي في تقدم وفي حاله تحسن مستمر. راي حضرتك ايه؟ طيب اضعنا الكثير من الفرص تمام،
لعبنا وكان يمكن الخروج بنتيجة أفضل. كل ده طبعا منطقي جدا وهتحدث عن الأهلي الكبير. لكن أنا بقول للطاقم الفني ما لا يقبل بعد كده من اللاعبين ومن الإدارة الفنية حين تكتمل عقدها كاملا بمدير فني أجنبي ومعه مخطط كذا وماذا، لا يقبل أبدا أن أنت والجون فتشوطها في صدر الجون فيقولوا يا بختك. لا، حضرتك في حاجة اسمها تشيلها تشيب بما يساوي، ان انت بدام بتعرف تنفرد فتتمرن على 50 انفراد. وليد ما شاء الله خاتم سليمان العظيم ده بيحط الكرة من فوق الحيطة لازم يلعبها 50 مرة، مش بس يبقى دعوات البشر هي اللي بتمكنه جنب مهارته طبعا واجتهاده، لكن اعتقد انه في حاجة لخمسين زي المعدلات على 100 عشان ما يقولوش شلتوت بيفتي، لخمسين كرة لفاول بيجيبه بيجيبه وهكذا مواضيع. الراجل اللي ما بينطش الا شبر وعايزين ينط شبرين يشوفوا كتاب النط ده منين ولازم يضيف له استك ازاي يعلم معدل اللياقه ويمكنه منه. لكن كابتن سيد بيرد على مش غضبه، لا على قلق الجماهير، بيقول لهم يا جماعه يعني عايز مساحه من ترتيب العمل لفريقه الفني لان سيد هو مدير الكره وبالتالي عايز يعمل لهم مساحه يشتغلوا. فيعمل ايه؟ يقول لهم يا جماعه رغم اللي احنا بنقوله ده، لان سيد عبد الحفيظ ابن الكوره ما ينفعش يقول الملعب والجو لان احنا ما رحناش فجاه فحصل بركان يعني، لكنه بيقول لهم ورغم هذا موجودين وعايشين وفي مؤشر بيتحسن، وبالتالي هو بيمنع الالتباس عند الناس ان الاهلي لن يتغير في قادم. والحقيقه اجمالا تصريحات كابتن سيد وكابتن يوسف بعد المباراه الاولى في برج العرب والمباراه الثانيه في اثيوبيا اعتقد انها تصريحات منضبطه جدا ومقنعه جدا للناس. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، قالت ان في اخطاء فنيه زي ما حضرتك قلت، وان احنا كابتن سيد بيقول لازم نتعلم من الدروس دي ان ما نضيعش الفرص لانها بتترجم لاهداف. أكيد. وكابتن يوسف قال احنا اهدرنا العديد من الفرص في المباراه الاولى وكنا ممكن نزيد، كنا نتمنى زياده رصيدنا من الاهداف. اذا في امر فني محتاج تعديل بيعترف بيه ويؤكد عليه. هو ده. ده كلام احترافي جدا هو مدير الكره والمدير الفني، وبالتالي بيزيل الالتباس وبيزيل فكره انه الناس تفقد الطموح، لانه الامال اصلا عمرها ما تفقد في شهر ولا في موسم ولا في موسمين، لكن تفقد الطموح في انه فعلا من هنا لغايه اتوبيس يناير زي ما قلنا هيحصل تعديل وتعديل فني كبير جدا، ليس في عدد اللاعبين الجدد وفقط ولكن في سيستم صناعة جديدة جدا أو بيتم تحديثها عبر النادي الأهلي في الموسم الحالي. هرجع لكرة القدم مع حضرتك بعد قليل. التعاقدات الجديدة، تعاقد مع المدير الفني الأوروغواياني لاسارتي والصفقات الجديدة من لاعبين مصريين وأجانب والشكل اللي حضرتك متوقعه فنيا في يناير، لكن هنخرج عن الإطار ده قليلا لأني أعلم أنه في حالة ضيق ولكن غير معلنه لانه اداره النادي الاهلي دايما اداره احترافيه. لدى المسؤولين في النادي الاهلي عندي قناعه ان عندهم شعور بان في هجوم ممنهج على النادي الاهلي وعلى مجلس الاداره الحالي منذ قيام او اجراء الانتخابات نفسها ومن لحظه اعلان فوز الكابتن محمود الخطيب وقائمته مكتمله بهذه الارقام المرتفعه جدا والنسبة العاليه دي في الانتخابات. صحيح. راي حضرتك ايه وتعليقك؟ لانهم حاسين، انا بشعر انهم حاسين ان في محاوله لتقليل التقليل من شان الجهود المبذوله على مستوى الكوره او المستوى الخدمي والانشائي في النادي والتطوير بشكل عام. شوف، هو يعني العرف في كل الدنيا انه مجموعات ضد مجموعات بهوس احيانا بمنطق او شبه منطق احيانا، لكن هي الظاهره زي ما حضرتك قلت المره دي تقيله شويه. ثقلها جاي ان المعارضه الحمراء تحديدا كانت دائما يعني لا تبدو انها ضد فقط من اتى او ضد من يتولى الان امره تسيير الامور، مش هنقول الحكم، لا يوجد في الانديه حكم يعني. ومن ثم المره دي بس كل حد عاوز يحسب نفسه على المعارضة بيقلل زي ما حضرتك ذكرت بالظبط من حجم العمل ولا يراعي أبدا أنه في مساحات زمنية يقاس عليها وأنه في تجارب للآخرين. منذ متى وأنت تتحدث عن تجربة يعني يتم رصد خطاياها في 60 يوم؟ يعني ده سنة لا يمكن الحديث عنها، يا دوب في أول جمعية عمومية يظهر ده الهجوم كان من اول يوم. انا بقول لحضرتك انا مش بقول 30 بقى، بنقول 60 يوم. يا ده امبارح نجحوا في الانتخابات ما جوش بكره، تصدق يا جندي؟ لا، هذا الرصد يعني لا يستحق النادي الاهلي من معارضته قبل مؤامته. اتمنى انه في القادم، لانه الناس لو فضلت عامله زي ما حضرتك اشرت ل
جبهات ضد جبهات، اعتقد انه ده مش هوى النادي الاهلي ولا كمان هوى الشباب في مصر انهم يقفوا لبعض، حتى لو قلنا بقى ان الحكايه انديه كمان ضد انديه، مش النادي الواحد بمعارضته. حضرتك بتقول ان مش دي الامور المتعارف عليها داخل هذا الكيان الكبير، مش ده الشكل اللي طبعًا دايما بالنادي. واذا استمرت بقى بين الانديه دي اضافه، يعني اعتقد كده الشباب لازم يعرفوا الملاعب ليه في قلق ان تمتلئ بحضراتهم، قلق لانه هناك حاله يعني شحن غير عاديه، يعني هناك ما يخشى منه عليهم هم مش على اي حد. الدوله خلاص دلوقتي في قانون يحكم الجميع، ولكن هل هكذا تظل الامور معلقه في اجواء رياضيه؟ لا اعتقد. انما الاعلام اصلا في كل الانديه عليه بقى ان هو يصدر وجبه حقيقيه، وجبه ترفع الغطاء دائما عما هو متاح، مش ما يعمل منه في طي الكتمان، نظرا يعني للفوز بنجاح عمليات محدده او مشروعات مستقبليه يتم التخطيط لها، او حتى في حكايه اللاعبين والانتقالات. لكن على اعلام الانديه الافصاح الكامل، وان لا تكون هناك اداره للشائعات صراحه. يعني لا يمكن ابدا ان انت ما يبقاش عندك حاجتين مهمين، واحده منهم اسمها اداره الشائعات، واحده منهم اسمها اداره الازمات التي لم تحدث بعد. يعني كنا نسمع تتجمع عند الازمه، اعتقد ان النادي الاهلي يليق بيه ان يبقى عنده اداره للازمات التي لم تحدث، فيها استقراء، فيها تحليل لما هو قادم، استباق الامور السلبيه اللي ممكن تضر بالزبط. النادي وهذه الامور السلبيه ضمنها معلومات قد تكون، ده أكيد، غير حقيقية، مش بس قد تكون، أو البعض منها يحمل جوانب غير حقيقية أو تحتاج تفسيرات. ما النهاردة هوى الشباب أنه عايز يعرف المعلومة. العالم الافتراضي العظيم اللي احنا عايشين فيه ده فعلا حاجة. هل حضرتك بتطالب أن قنوات التواصل بين، هل تطالب بأن تكون قنوات ومساحة التواصل بين المسؤولين في مجلس إدارة النادي الأهلي والرأي العام والجماهير وأعضاء النادي؟ هل حضرتك شايف انها محتاجه مساحه اكبر ولا اعتقد اعتقد وهذه المساحه ليست عبر اعلام النادي فقط، لكن لماذا لا يتم تسجيل، مش حلقه تلفزيونيه، تسجيل مواعيد محدده للقاء الجمعيه العموميه على الاقل مره شهريه في كل فرع من فروع النادي، ويترك يعني كل من هو موجود ليطرح ما لديه من اسئله، ويكون هناك مساحه للرد. طب ليه جمعيه عموميه يا استاذ عصام مش في لقاءات دوريه بيعلن عنها مجلس الاداره مع الاعضاء حتى بدون الارهاق بتاع الترتيبات الاداريه الكبيره اللي بقول مفيش. انا بقول لحضرتك حضرتك وانت تتمنى تبقى في جمعيه عموميه وانت بتسالني، لا بدون جمعيه عموميه. لقاءات دوريه مع الاعضاء، لقاءات دوريه شهريه يذهب فيها احد ممثلي الاداره، لا ما حدش قال ان للرد على كل التساؤلات وتوضيح كل التساؤلات على كل الاستفسارات على بعض الشائعات على بعض المعلومات المغلوطة، حتى مش هقول المضللة، ويكون في ملف أساسا شغلة هيئة زي هيئة الإعلام كده أن تدرس ما يلقى به داخل هذا الوطن إن صح تجميل. يعني حضرتك تفضل الصورة، لو بنقترح اقتراحات، حضرتك شايف الصورة الأقرب إلى ما تريد هي مؤتمر صحفي يقام شهريا بحضور الأعضاء داخل مقر من مقرات النادي الأهلي وحضور أحد أعضاء أو المتحدث يكون واحد من مجلس الإدارة، ولا بريس ريليس بيخرج بشكل دوري؟ إن ده موجود. لا، البريس ريليس ده بص موجود. الصنعة الاحترافية في الإعلام الأحمر موجودة، يخرج لإيه؟ للشعب الإعلامية، للروافد الإعلامية، للمنظومات عفوا المحترفة. أتحدث عن يعني شعب الأحمر، يعني الشعب الأحمر يستحق حاجتين. مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة يحضروا من هم في فرع كذا او ماذا او حتى مسجل، ومن ثم هم بنفسهم يأنسوا برد من مجلس الاداره او في حضور مجلس الاداره مع المتحدث الرسمي او كل في منحاه، بعيدا عن فكره الجمعيه اللي هي بتتعمل لمناقشه ميزانيه او كذا. وبالتالي ستجد فرصه لان يعي الجميع، خاصه اللي هم زي ما قلنا العيله الحمراء، الشعب الاحمر،
أنه لا يمكن أن تكون هناك أشياء لا يعرفوها في حدود ما هو لصالح النادي. هنا حضرتك بتتمنى وجود دوريات للقاء في مؤتمر صحفي ولقاء في نفس الوقت مع أعضاء النادي، مش العمل المحترف بقى. أنا بتكلم على العمل الأهلي، الجامعات الأهلية، بحضور ممثل أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وبحضور المتحدث الرسمي باسم النادي، ومؤتمر صحفي بقى يفصح عن ما يدور ويشغل الناس بالقضايا هامة فورا، يعقد لها مؤتمر. ان ده مطلوب كل فترة زمنية دلوقتي طبعا عشان يعضد الحقيقة ما يفعله الإعلام بقى المحترف الأحمر، إذا كان القناة أو المركز الإعلامي أو كل الزملاء، يعني لازم تعضدوه بكده، وإلا الناس دي عمالة يعني تقدم كل ما لديها من جهد. هي تحتاج أيضا قناعة وإقناع للشعب الأحمر من المجلس، وبالتالي فكرة أن المجلس صحيح بيدي العيش لخباز وهي عادة حمراء تاريخية يعني، ولكن آن الأوان لأفكار جديدة. أنا مش مخترع يعني ولا مبتكر، لكن أفكار جديدة اللي هي ممكن نسميها بالبلدي سهراية. أنت قلت عائلة الأهلي، خلاص فالتزم لعائلة الأهلي، خاصة أنه يعني طليق جدا التسمية لأنه في فروع كثيرة ودائما العائلة تتزاور يعني. ومن ثم أعتقد أنه لقاء شهري في كل فروع النادي يعني. اعتقد انه ده مهم، وحضرتك عاصرته وشفناه حتى بعد الانتخابات لما اللقاء دي مع الكابتن خطيب ومجلس الاداره بيقال مردود طيب جدا على الاعضاء، مردود غير عادي. ليه؟ لانه ما فيش حد بيملي على حد اسئله ولا احد يرفض الاجابه. طيب حجم الجهد المبذول حضرتك شايف وفقا للارقام اللي بيعلن عنها المدير التنفيذي للنادي والميزانيات وما تم انجازه حتى الان وخطه العمل اللي بيؤكد المدير العام او المدير التنفيذي الكابتن مرجان انها ماشيه زمنيا كمان افضل الحمد لله من الجدول المعلن مسبقا، وبتمويل وروافد ماليه مطمئنه جدا وبتغطيه نفقات بالشكل الامثل. هل هذا الأمر مش جهد يستحق الإشادة ويطمئن الجميع في الرأي العام على حجم العمل في النادي الأهلي؟ يطمئن، لكنهم في النادي الأهلي لم يعتادوا لا انتظار الإشادة ولا طلبها، فهي دي بقى موروث عند من تربوا. لا هو محدش يعني طلبها، احنا بنتكلم على الناس اللي بتنتقص من حجم الجهد. ما ده اللي أنا بقوله لك، يعني أنا الرسالة للي بينتقص، هم الناس مدربة على كده إن هم لا بيطلبوا الإشادة ولا بتخليهم ينتظروها، ولا كمان بيبتئسوا لما يلاقوا حد مش مقدر، يعني ما بيقولوش ليه كده، لا مش عادة حمراء الحقيقة يعني. مركزين في شغلهم أكتر بالظبط، لأن هو خد على عهدته أنه خلال العقد اللي أنا أعيشه والعقد اللي بيني وبينك أنه عندنا بنود لازم ننفذها. الأغلب الأعم والذي يثبت صحة صوتك اللي أنت اديته في توكيل، وانا كنت سعيد لو انت فاكر اما بيتقال دول وكلاء عننا مش حكام علينا، اعتقد انه ده مهم جدا جدا انك تحس ان صوتك ما راحش هدر، وان الجمله اللي بتتكتب دي احيانا بتبقى هي صوتك امانه، فعلا صوتك امانه. هختتم مع حضرتك بسؤال عن الراي اللي بيقول ان دايما مهما كان في حجم عمل وجهد داخل النادي من كل المسؤولين والعاملين فيه، إلا أن عنوان النادي الأهلي دائما أبدا هو كرة القدم والرياضة، وفي المقام الأول كرة القدم. بالتالي هنتكلم عن أبرز ما تم، وحضرتك شايف الاتجاه ماشي في أفضل شكل ممكن، يعني إلى أي مدى فيما يتعلق بالصفقات والتعاقد مع المدير الفني وإصلاح وتطوير أمور كرة القدم بشكل عام. أنا شايف أنه الهيدلاينز محطوطة وجاري التنفيذ على الأرض، لكن أملي إن أنا أشوف الحاجتين ثلاثة اللي قلت لحضرتك عليهم كمتابع ومحلل وكأحد من يدعي أنه بينقل للناس بأمانة شديدة جدا، أنه طبعا لما تقول لي 4 لـ5 صفقات وربما في واحدة كمان زي ما سمعنا وهي من العرض الثقيل عن مهاجم برازيلي ربما إن صح يعني الكلام، والخواجة زي ما قلنا واثنين مساعدين، وأتمنى لو طلب مساعدين 2 كمان في أقصى تقدير لا مانع أبدا من تحديث كامل إذا طلب الرجل، لأن ما أعلمه أنه هو اتقال له لدينا الكثير، بما أنك قلت أن مصر والنادي الأهلي هم من العلامات في المنطقة وفي القارة، إذن لو طلبت الاستزادة سيجاب طلبك يعني، إذا كان كده يجوز. لكن الأهم بالنسبة لكل المتابعين والشباب تحديد، كله نفسه يشوف الفرقة والنادي في غاية الاحتراف، يشوفوا كل النجوم الغوالي دون إصابات، أحدث الأشياء. فهذا هو ما أنتظر من الإدارة الحمراء، وأن يظل فعلا مشروع عودة الجمهور هو مشروع الأهلي وأيضا الزمالك وكل الكبار، لا سبيل إلا
الترقيم وأن ترفع عن كاهل الأمن فكرة أنك عايزه هو بمساندة الجيش العظيم هو اللي يقف على البوابات. لابد من تدريب شركات والأهلي أولى بها. يعني أتمنى أنه أي بطولة جاية لو الأهلي يتعاقد مع شركات نلاقيهم ودوا مثلا كم مدير على كم حتى فرد أمن منهم يشوفوا ماتش في الشامبيونز ليج الأوروبي يشوفوا كذا. الأهلي اعتاد أن يقود يعني مقدمة التغيير. هختتم بهذا السؤال سريعا أستاذ عصام. احنا دايما حضرتك بتؤكد ان رأيك بالنسبة للأمور الفنية شورى وحضرتك بتحترم التخصصات طبعاً. وأهل الخبرة طبعاً. لكن في أراء كتير جدا وجماهير ومشاهدين بيتمنوا من ضمن هذه الخطوات للتطوير والتعاقدات الجديدة مساك بمستوى متميز جدا. وأصحاب الرأي ده بيقولوا نعتقد أنه في حالة التعاقد مع مساك قوي جدا مدافع قوي جدا هتبقى الصفوف كلها سوبر في الفترة الجاية مع العناصر المتميزة الموجودة. رأي مؤكد في حاجتين مساك سوبر طبعا ولازم رامي ربيعة يتقال لنا هو في ايه بالظبط الحقيقة. يعني ما هو مش ممكن في أرجاء المعمورة وعلى الكرة الأرضية لا علاج لرامي ربيعة ولا بد. ما فيش حاجه بس ما معقبه المخطئ ولا يغادرنا ده كلام كبير قوي. اذا كان هناك سمت ما يحتاج تحديث فاعتقد انه مش لانه لاعب عنده امكانات عاليه جدا من الاوراق المهمه قوي للفريق. البحث عن التحديث حاصل عشان ما يقولوش احنا بنجامل المجلس ولكن اعتقد انه اوان مزيد من التحديث. وفعلا هي مساك دي حلوه لان نقول مساك الله بالخير يعني. احنا بنسعد بوجود حضرتك معنا دايما استاذ عصام وبسعد بصراحتك كمان في الحوار. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع. مره تانية كل سنه وحضرتك طيب وعام سعيد عليك وعلى الاسره الكريمه واسعدتنا بوجودك معنا. انا اللي بشكر حضرتك ويا رب 2019 عام على كل العالم من ارض مصر بكل خير وسلام يا رب. يا رب ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين واحنا في الايام الاخيره من عام 2018 وباذن الله الامور تكون افضل على مصر والمصريين والامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله في كافه الاتجاهات وعلى صعيد الرياضه المصريه. نتمنى زي ما قال ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام ان يشهد عام 2019 تطوير حقيقي لمنظومه الرياضه وصناعه كره القدم في مصر وهذه القاطره اللي تعودنا دائما ابدا والمبادرات فيها ومن يقودها دائما ابدا هو النادي الاهلي وباذن الله يستكمل مشواره بنجاح في هذا الاتجاه. بشكر حضراتكم على المتابعه ختام هذا الحوار وفقرتنا الاولى في الاهلي الليله ولكن ابقوا معنا الفقرات مستمرة وبعد الفاصل في فقرات حضراتكم هتتابعوها متميزة جدا مع كل من زميلي العزيز أمير هشام وزميلي العزيز الكابتن خالد العوضي. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. مستمرين معاك وحلقة الأهلي ليلة النهاردة المليئة بالعديد من الفقرات الهامة. طبعا الفقرة الأولى كانت من خلال زميلي العزيز أستاذ محمد الجندي وأكيد كانت فقرة مميزة وخصوصا أنه استضاف أحد النقاد الرياضيين الكبار وأستاذ عصام شلتوت وكانت فقرة حوارية مميزة. دلوقتي معنا فقرة أخرى غاية في الأهمية وهي للحديث عن مستوى حراسة المرمى في مصر بشكل عام وخصوصا ان احنا معنا شيخ مدربي حراس المرمى في مصر كابتن فكري صالح. منورنا ومشرفنا في استوديو كابتن فكري. اخبارك ايه؟ اهلا كابتن امير. اولا شرف عظيم ليا ان انا اكون اول مره على قناه قلعه الاهلي العظيم اللي انا دايما بفتخر اول مره في قلعه الاهلي اول مره فده فعلا شرف عظيم ليا ان اكون امام حضرتك وان اكون في قناه النادي الاهلي العظيمه او النادي الاهلي العظيم اللي انا بكن له كل حب واحترام. الشرف فينا كابتن طبعا وانت احد كبار حراس المرمى في مصر بالتحديد كبار مدربي حراس المرمى في مصر فاكيد منورنا ومشرفنا. وخليني ابتدي معاك من الاخر. من 3 4 ايام كده حضرتك خلاص يعني سبت المهمه بتدريب حراسه المرمى في نادي وادي دجله وقدمت اعتذار مش متواجد. حضرتك كابتن كمان علي ابو جريش طبعا النجم الكبير والمشرف العام على الكره السابق في نادي وادي دجله الاسباب ايه؟ والله هو دايما الواحد بيقول قدر الله وما شاء فعل ودايما والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. احنا كنا في منظومه قديره جدا ولكن لظروف معينة أنا اسمح لي أن أنا يعني بحترم أنها ما تقباش على العلم. إحنا سيبنا المنظومة يوم الأربع اللي فات سواء أنا أو كابتن علي أبو جريشة أو كابتن عصمت قينون.
وطبعا ظروف خاصه ببعض مثلا الازمات او المشاكل مع الجهاز الفني ولا مع هي ظروف خاصه لينا. نحن نامل دايما اصل الثلاثي مش تبقى ظروف خاصه للثلاثي, هي هي يعني هي في اسباب يعني هي كده كابتن امير. واحنا نتمنى لمنظومه وادي دجله المحترمه جدا انها دايما نشوفها في احسن حال. ده اللي احنا بنتمناه سواء انا او كابتن علي ابو جريشه او كابتن عصمت قينوت, لان احنا كان لنا فتره طويله في هذه المنظومه بالظبط, والحمد لله هي مفاجاه بصراحه يعني, والحمد لله ان كل واحد مننا ادى اللي عليه تماما وكان بيساهم ولو بجزء بسيط ان هذه المنظومه دايما تبقى في دايما في العالي. ولكن احنا بنتمنى لهم, بنتمنى لنادي وادي دجله ان احنا نشوفه دايما عظيم. طيب بما اننا بنتكلم على وادي دجله وبما ان حضرتك معانا, طيب كطبعا مدرب حراس مرمى الفريق السابق, فاكيد لازم نبارك لك على مستوى محمد عبد المنصف اللي بيأدي موسم اكثر من رائع رغم النتائج ممكن ما تكونش في صالح الفريق شويه بسبب اسلوب اللعب الرائع بصراحه اللي بيلعبه مستر تاكيس المدير الفني اليوناني لفريق وادي دجله. اكيد مجهود كبير جدا حضرتك بذلته مع عبد المنصف الموسم ده. انا هقول لك سر من الاسرار. يوم ما جه هو سمعني دلوقتي عم منصف كلمني في التليفون قال لي انا جاي امضي بكره مش هتيجي؟ قلت له لا مش جاي. قال لي ليه؟ قلت له لو هتيجي تمضي عشان تبقى زي ما كنت في ام بي. لا انا مش هاجي, تعال امضي وخلاص. لان دي اجراءات تعاقد مع نادي فكر فيك, انا قلت الكلام ده. ولكن لو انت جواك عايز شيء اكرره زي تجربه عصام الحضري, وخاصة ان انت اصغر في السن بالظبط, وخاصة ان انت عندك برضو نفس الهاند باج بتاعة الخبرات, يبقى طبعا انا عجيلك بكرة وابقى موجود في التعاقد. انما لو مش كده يبقى اتعاقد وهنشتغل. لقال لي يا كابتن انا من ايدك دي لايدك دي. وفعلا رحت واتفقنا على برنامج معين ان احنا نخس برضو 8 كيلو تمام, ودي حاجة علمية لها اشياء معينه قياسات وحسابات. وبدا فعلا عمليه نظام التخسيس بتاعه. حتى احنا كان عندنا 45 يوم اجازه, كان هو بيشتغل يوميا في الجيم يوميا في نادي الجزيره وبيبعت لي الصور, وفي ايام بروح اتفرج عليه. في الاخر كانت المحصله ان بمجرد ما منصف بدا الدوري لو نفتكر كان بشكل مختلف خالص فعلا عن ام, وكان الهدف بتاعنا برضو منتخب مصر. لاني بما اني هو يظل احد المرشحين انضمام المنتخب. لا ما انا بحكي لك يعني فكان هو ده الهدف اللي بنشتغل عليه. والهدف اللي هو لغايه اللحظه دي ابني منصف شغال عليه. يمكن ما كملناش ال 8 كيلو, وصل كام كيلو؟ هو نزل 5. هو لو نزل الثلاثه دي كمان هتفرق كتير, عشان لو سمعني دلوقتي يبقى عليه ان هو ينزل الثلاثه كيلو تمام. فدي تجربه منصف وهي تجربه لاي واحد. اي حد بالتحدي والإصرار والإرادة يقدر يوصل للي هو عايزه. أكيد طبعا. يعني عصام الحضري 46 سنة, منصف 41 أعتقد, 41 سنة. أي حارس مرمى نادر السيد, نادر في وقت من الأوقات نادر السيد كان جاي يعتذر عن المنتخب قبل بوركينا فاسو, بيعتذر لأني أنا ضميته, يعني ضميت عصام الحضري ونادر السيد واحمد صابر بيعتذر بيعتذر على المنتخب. ليه؟ لانه كان لعب مع الزمالك ماتش الكروم والكروم كسب الزمالك 5-1 تمام, وكانت 4 وكانت الاربع اهداف يعتبر من نادر السيد لنادر. فجه نادر يعتذر, خدت الاعتذار بتاعه ده ان يبقى باور جديد, وازاي انت جاي تعتذر والكلام ده قبل بوركينا فاسو بثلاث اسابيع. وصلت ان كان احد نجوم البطوله بصراحه, نجوم البطولة بشكل كبير جدا, وياخد احسن حارس مرمى بالظبط ويبتدي الاحتراف. معنى كده ان ده درس لاي مدرب بيسمعني, ان انت ممكن بالتحدي والاصرار والاراده مع الجانب السيكولوجي المفاتيح بتاعتك مع الحارس تقدر تعمل الشيء المستحيل. انا هحكي لك حاجه بسيطه عشان الناس تتعلم. اتفضل. اخواتي وحبايبي وابنائي المدربين, ف جاي اعتذر على المنتخب, قلت له لا. قال لي طب كابتن, قلت له لا, بس انت هتلعب افريقيا وهتبقى احسن حارس مرمى. هو عايز يبص لي يقول لي ده انا مغلوب 4 والاهداف مني فمش قادر يقول. قال لي طب يا كابتن انا مش عايز اتمرن, كان عندنا يعني معسكر وجاي اعتذر.
قلت له طب انت انزل التمرين ولف حوالين الملعب لفتين واخرج باذن مني، لان ما ينفعش يا نادر ان انا ما انزلكش وانت عارف اول يوم الصحفيين بيقولوا بالظبط. انا عملت تمرينه نادر وهو بيلف لقيته جاي في ودني تاني لفه، كابتن ممكن اخش التمرين؟ دخل التمرين لقيت الكابتن جوهري العظيم جنرال محمود الجوهري بعد التمرين قال لي انت عملت ايه؟ طلع نادر السيد احسن جون في التدريب اللي حصل يوميا، خرجته من حاله الاحباط اللي هو كان حاله فيه. الاحباط بطريقه وصلته ان هو يطلب انه ينزل التمرين وينافس ويبقى المنظر بتاعه في الاخر احسن حارس مرمى. تعامل نفسي اكيد اكثر من رائع من قبل حضرتك يعني مع اكيد كابتن نادر السيد، هو احد الحراس الكبار في تاريخ الكره المصريه بشكل عام. لكن بما اننا لسه بنتكلم على وادي دجله وحضرتك كنت اعضاء الجهاز الفني في فريق وادي دجله، هل انت راضي على مسيره الفريق هذا الموسم حتى الان؟ والله بصراحه هو في عشان نبقى عارفين في سيستم معين اتغير، يعني احنا كنا قبل كده وصلنا ان احنا كنا بننافس في المربع الذهبي والرابع والخامس بالظبط، لان دايما اداره النادي بتبقى حاطه خطه معينه بيمشي عليها كل الناس. الخطه الحاليه اللي هي بيفكر فيها مستر ماجد سامي او اداره وادي دجله ان احنا الاستعانه بالشباب الموجودين بحيث ان ما يهمناش حته المربع الذهبي ولكن نبقى موجودين وبشكل مميز. بلا شك ان كل الناس عارفه ان وادي دجله بيلعب كره كويسه دلوقتي بالظبط، دي حقيقه، ولكن في فترات النتائج ما كانتش على المستوى ولكن بدات تتحسن، فمعنى كده ان ممكن الراوند الثاني يبقى فيه هذا التحسن ونبص نلاقي المحصله في الاخر ان انت طلع لك اكتر من لاعب زي مثلا محمد محمود اما دخل بالزبط. منتخب مصر لاعب مميز وهو لاعب مميز جديد يعني. ممكن يبقى فيه اكتر من واحد خلال الفتره القادمه. فانا شايف ان مفيش قلق. حضرتك مع انهي سياسه، السياسه السابقه بالمنافسه على المربع الذهبي في بطوله الدوري ولا السياسه الحاليه بتصعيد بعض الناشئين واكتشاف بعض العناصر الجيده في الدوري المصري من خلال فريق وادي دجله؟ لا انا كراجل عسكري كحياتي يعني انا بمشي حسب الاوامر اللي بتجيلي، انا بتجيلي مهمه المهمه دي كذا، لكن وجهه نظر حضرتك برضو اكيد لا هو وجهه نظري طبعا، لان الاثنين كل واحده لهم زي ما اقولوا الايجابيات بتاعتها والسلبيات بتاعتها. طبعا الجزء الاولاني بيكلف فلوس كتيره جدا اللي هو انك جزء انك لازم تنافس وخاصه انك نادي مش جماهير، وفي نفس الوقت فريق وادي دجله عنده امكانيات كبيره في الناحيه الماديه. اما تيجي الناحيه الثانيه اما يبقى عندك اجيال صغيره، لان ده بيبقى السلبيات بيبقى على حساب الاجيال الصغيره. يعني عايز اقول لو انت عندك لعيبه كبيره كان عمر محمد محمود ما هيصل بالظبط، ولكن اما انت بالجزء الجديد اللي انت بتشتغل بيه او بالاراده النادي اللي انت او المهمه اللي جات لك وانت بتشتغل بيها اكيد لها برضو ايجابياتها، ان ممكن تطلع الشباب اسماء ما كانتش ممكن تبقى موجوده مع الفرز الاول او اسماء النجوم اللي موجوده. فدي لها يعني ايجابيات ودي لها ايجابيات. انهي الايجابياتها اكتر؟ لا انا شايف الايجابيات اكتر طبعا الفتره الاولى لان انت كنت بتنافس مع الكبار، بتكسب بتتعادل مع الزمالك وتكسبه وبتكسب النادي الاهلي وتتعادل معاه وبتكسب الاسماعيلي، الاسم بيكبر جامد جدا ولكن هي مكلفه. فطبعا انا شخصيا كرايي كفكر صالح لا مع اسلوب لعب مستر تاكس بالنسبه لفريق وادي دجله ولا ضد اسلوب اللعب ده؟ لا هو بيلعب هي الكره الحديثه دلوقتي حارس المرمى. خلي بالك انا بقالي سنه بقول حارس المرمى لاعب قبل ما يكون حارس مرمى، لازم يكون عنده فوت وورك كويس. انا حتى مع الاكاديميات اللي موجوده لان انا في اخر فترتي كنت مشرف عام على كل الاكاديميات وعلى حتى القطاع النشاط، فكنت خليت كل الاكاديميات تشتغل على حته ان حارس المرمى مش حارس مرمى، لاعب في المقام الاول ثم حارس مرمى، لدرجه ان انا كنت عامل يوم حراس المرمى دي تخش كلعيبه جوه الفرقه وليس كحراس مرمى. فالراجل بيلعب الكوره النهارده شايفين احسن واحد في العالم بيعملها نوير
نوير ألمانيا. طبعا نوير النهارده منصف نفس القصه. اليسون كمان، اليسون في ليفربول بيلعب رجليه كويس، ايدرسون في مانشستر. لا انا بقول كاحسن واحد هو نوير. نوير النهارده منصف انا بعتبره هو احسن واحد، بيديها بشكل جيد جدا في فيها الدقه، انك بتبدا هجمه صح من ورا لقدام. احنا شايفين ان الطريقه بتاعت الراجل اولا سهله جدا، تخليك تلعب كره تستمتع بيها، وفي نفس الوقت بتوصل في اي وقت لمنطقه الهدف الخصم بكل اريحيه، مفيش عمليه بقى تعليق كوره والكلام اللي انت شايفه. فانا شخصيا الاسلوب الراجل بيمتعني. صحيح النتائج ما كانتش موجوده في فتره، ولكن النتائج هتيجي مع الاسلوب يعني. ما انا مع الاسلوب اللي موجود، وهو مدرب من مدربين كويس، مدرب كويس بصراحه. وحاجه تحسب لاداره نادي وادي دجله ان هم حافظوا على المدرب، خصوصا مع بدايه الموسم كانت النتائج غير جيده على الاطلاق بالنسبه في وادي دجله. البعض توقع ان هيتم تغيير الجهاز الفني، لكن الاداره فضلت متمسكه بمستر تاكيس، والنتائج بيحصدوها دلوقتي اكيد، لان الاداره في وادي دجله اداره محترفه وبتفكر دايما باحتراف وبتفكر خارج الصندوق. وأظن أن أي نادي تاني بالنتائج اللي كانت موجودة كان لازم هيمشي الجهاز زي ما حصل في أندية كتير. ولكن اقتناع الإدارة أن أو شايفين الشغل اللي بيتم يوميا، فبناء عليه عملية الصبر دي بدأت تدي النتائج بتاعتي. فدي تتحسب لإدارة نادي دجلة. كنت متواجد في جهاز مستر باتريس كارتيرون في وادي دجلة؟ طبعا. أسباب نجاحه مع فريق وادي دجلة وعدم نجاحه مع النادي الأهلي من وجهة نظر، كنت أحد المقربين أكيد لمستر باتريس كارتيرون في الجهاز الفني لفريق وادي دجلة في هذا التوقيت. للأمانة كابتن أبو كباتن، هذا المدرب، ودي شهادة حق أمام الله، من أفضل المدربين اللي أنا اشتغلت معه. طبعا هو مدرب مميز بصراحة، ما كانش مميز وكانش هيتولى تدريب النادي الأهلي يعني. لأنه أولا عنده العامل النفسي مهم جدا، والراجل بيفهم كل صغيرة وكبيرة، وأنا فعلا سجمت معاه جدا جدا، لأنه كان بمجرد ما بتكلم هو قاريني وأنا قاريه. فوالله يا كابتن أمير، هو جه في وقت النادي الأهلي، يعني أنا لما جه هنا قلت هيعمل حاجات عظيمة جدا. وخلي بالك هو عمل يعني ما وصل النادي الاهلي، كان النادي الاهلي ما عندوش الا بونت واحد في افريقيا. دي حقيقه فعلا فعلا، قدر ان هو يتصدر المجموعه بعد ما تصدر المجموعه. مش هنتكلم على اخر مباراه، لاني اما انا عارف ان عدد مصابين في النادي الاهلي 8 لعيبه، دي يعني كتير جدا. والظروف المحيطه ما ساعدتوش، انما هو من المدربين، دي شهاده حق امام الله اللي انا بعتز بيهم جدا. الظروف ساعدته اكتر في ديدك، عدم وجود اصابات، تواجد عدد كبير من اللاعبين جاهزين، ده ممكن يخلاه ان هو يعني يشتغل بالفكر اللي هو عايز يشتغل بيه. لا هو كان ما شاء الله عليه، قدر لما جه قرب من اللعيبه وعرف امكانيات كل لعيب، وقدر انت يعني حتى كان بيلعب ساعات ماتشات بيغير طريقه اللعب بناء على نتيجه المباراه. يعني لدرجه ان في وقت من الاوقات يروح طالب اخر ربع ساعه تعليق الكوره بس، يعني اي واحد يمسك كوره يعلقها. يعني ما شاء الله كان بيقرا كويس جدا، سواء الخصم اللي قدامه او المجموعه اللعيبه اللي معاه، يقدر تنفذ او يقدر يعمل ايه ان هم ينفذوا الطريقه اللي هو عايزها. فدي من الحاجات اللي انا عجبتني في الراجل، انه عنده اكتر من طريقه كان بيشتغل بيها في الملعب وبيستعملها. كان بيقرا الماتشات كويس قوي، بيقرا الخصم. الظروف ساعدته، لان عندنا اداره ثابته يشتغل، محدش تدخل خالص. برضه ما عندناش جماهير، فمفيش ضغط عصبي بالظبط، فقدر يعمل. يعني احنا وصلنا معاه كان عصام الحضري 18 مباراه كلين شيت، وكان شريف اكرامي 18 كلين شيت النادي الاهلي في السنه بتاعت كارتيرون معانا في وادي دجله. فده يوريك مع الفرق بين النادي الاهلي العظيم ونادي وادي دجله، لما يبقى يتساووا الجونين هنا وهنا
يبقى تقدر تعرف ان لا وراهم مدرب محترف. طيب عشان اغلق ملف فريق وادي دجله، تتوقع ان هم ينهوا بطوله الدوري السنه دي في انهي مركز، او هل في وسط الجدول في المقدمه ممكن ان هم يعني يفوقوا خلال المرحله الجايه، نتائج تتحسن بشكل اكبر فيصعدوا لمراكز متقدمه، ولا ممكن يكون المنافسه على البقاء بالنسبه لفريق وادي دجله في بطوله الدوري؟ لا الهدف ان هو يبقى مش المربع الذهبي، ولكن يبقى بعد المربع الذهبي على طول، ويبقى فيه كوره حقيقيه بتتلعب، استمتاع بكره حقيقيه، يتقال ان نادي وادي دجله بيلعب كره حقيقيه، وده اللي تحقق دلوقتي. ناقص يتحقق ايه؟ حته الابناط عشان النادي يصلح، يبعد عن حته الهبوط او مش الهبوط، ويبقى في بعد المربع الذهبي يقدر ينافس، وده اللي انا منتظر. طيب السمات الشخصيه والفنيه لمحمد محمود لاعب وادي دجله الحالي ولاعب النادي الاهلي الجديد من اول يناير ان شاء الله، رايك في هذا اللاعب وايه اللي بيميز محمد محمود واللي ادى الى انضمامه للنادي الاهلي؟ اولا لاني عشرت محمد محمود فتره طويله، وحتى وهو مش معروف، ولد عنده الصفات الشخصيه اللي ممكن تخليه لاعب كبير. تمام. زي ما انا عشرت محمد صلاح العظيم دلوقتي طبعا في فترة طويلة مع الكابتن هاني رمزي كمنتخب أولمبي أو قبليه، قبل المنتخب الأولمبي كمان كان عنده نفس الصفات اللي موجودة عند محمد محمود، ودي اللي ساعدت أن محمد صلاح، يعني صفات متشابهة ما بين متشابهة كتير، سواء في زي إيه الصفات دي يعني؟ يعني في واحد تقدر تديله معلومة بياخد فترة طويلة عبال ما يستوعب، تمام، في واحد سريع أنه ياخد المعلومة، الاتنين عندهم الحتة دي، ان هي سرعه استيعاب المطلوب منه من الناحيه الفنيه، تمام، اتنين الالتزام خارج الملعب، ودي مهمه جدا. ياما لعيبه سواء في الاهلي او الزمالك كانت نجوم كبيره جدا، مهارات عاليه جدا، ولكن للاسف عدم الالتزام الخارجي اثر على الاداء بتاعها طبعا، وحتى في الاجوان عندنا اسماء كبيره ربنا اداهم الموهبه الكامله، وللاسف حته عدم الالتزام الخارجي وصل الحتة دي. تتوقع نجاح محمد محمود مع الأهلي إن شاء الله؟ هتوقع له هيبقى نجم نجوم النادي الأهلي. نجم نجوم النادي الأهلي. نجم نجوم النادي الأهلي. إن شاء الله. وأنا برفع القبعة للنادي الأهلي. إن اللي نقى محمد محمود عرف يختار. لأن النادي الأهلي العظيم عايز مش لعيب كويس وبس، عايز لعيب ذو صفات خاصة. شخصية قوية. النادي الأهلي له صفات خاصة. نادي الحب والوفاء والإخلاص، وده الشعار اللي أنا حتى بشتغل بيه مع الحراس. فأي حد اللي هي روح الفانيلا. روح الفانيلا. اللي الناس بتقول روح الفانيلا ومش فاهم. روح الفانيلا أنا ممكن يعني مع احترامي للنادي العظيم أنا هقولها. روح الفانيلا في النادي الأهلي هي عبارة عن الحب والوفاء والإخلاص. سواء للجمهور. سواء للإدارة. سواء للاعبين. سواء لكل ما يمس القلعة الحمراء. فالولد ده عنده الحتة دي، عنده السمات دي، فاللي اختار محمد محمود أنا برفع له القبعة، أو ادي له التحية العسكرية، لأنه اختار شخصية تقدر تدي النادي الأهلي وتقدر يستفيد منه مستقبلا، طبعا ده بعد مشيئة الله إن شاء وتوفيق الله، الله إن شاء الله. أكيد نتمنى لمحمد محمود وكل زملائه سواء اللاعبين الحاليين أو الجدد إن شاء الله هينضموا للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إن هم يكونوا موفقين بشكل كبير جدا ويقودوا النادي الأهلي نحو المزيد من الانتصارات وعودة البطولات وبتحديد بطولة دوري أبطال أفريقيا. نروح لملف آخر وهو حراسة المرمى في مصر. هل ترى إن في أزمة حالية في حراسة المرمى في مصر؟ لا لا مفيش أزمة. لا مفيش أزمة. الأزمة إحنا اللي عاملينها. إزاي؟ بالكلام أو يعني بالورقه والقلم، وانا عندي اتعلمت دي من الجنرال العظيم محمود الجواري ان اي حاجه بايدها. تمام. لو مسكت الراوند الاولاني السنه اللي فاتت واللي قبليها هلاقي السنه دي احسن كتير مستوى حراس المرمى، احسن كتير او مستوى العمالقه السنه دي احسن من السنه اللي فاتت واللي قبليها. بدليل هتلاقي منصف انت شايف منظره ازاي؟ ما شاء الله عليه. هتلاقي جنش انت شايف عامل ازاي؟ هتلاقي عامر شايفه ازاي؟ هتلاقي شريف إكرامي بعد الإصابة بتاعته، لأن اللي مر بيه شريف إكرامي ده يهد جبال، دي حقيقة، ولكن إنه يقف ويستعيد ويرجع، وأنا بحييه
لان انا اتفرجت على مباراه الاهلي واثيوبيا. لا طبعا بنبارك ما شاء الله رغم حتى يعني. الحب والوفاء والاخلاص في كوره من يعني دخل في العارضه بالظبط كانت خطره من اي حارس مرمى. يعني عايز اقول لك انا اموت في سبيل النادي الاهلي. انا اموت في سبيل الفانيلا. فدي لازم تتحسب له. عايز اقول المستوى اتغير لعده عوامل. ايه هي بقى؟ واحد اني في جهاز جديد في المنتخب. تمام. حتى وجود الكابتن القدير احمد ناجي اخويا وحبيبي ولكن في مدير فني جديد. فبقى كل واحد من حراس المرمى عايز يقول انا عندي فرصه. اتنين ان عصام الحضري اعلن اعتزاله. لان عصام الحضري موجود بخبراته دايما كان بتبقى عقبه قدام اي حد. طبعا. ثلاثه بقى في حاجه اسمها علم تطوير حراس المرمى. انا عملت مثلا لغايه دلوقتي 8 ورش. الورش دي في اسوان وفي بورسعيد وفي مصر وحتى في اسكندريه من اسبوع. دي سمعت ان بقى في علم لازم يتطور لحراس المرمى. الاتحاد الدولي عامل الكوره بتتغير كل بطوله. سواء الكوالتي سواء الوزن بتاعها. بالزبط. لانه بالزبط. ما يهموش حارس المرمى يصد. يهمه يجي جوان. متعه الاجوان. متعه الكوره. فيبقى انت لازم تغير من التكنيك بتاعك، تغير من التكتيك بتاعك، تغير من المفهوم. النهارده حارس المرمى بقى لعيب كوره، ما كانش موجود زمان مطلوب منه. كان زمان حارس المرمى اللي هو يصد الكوره. فالعلم ده بقى حتى اللي ما حضرش الورشات، يعني اي ورشه بتبقى انا في ورشه منهم او دبلومه كانت 196 مدرب منهم 48 مدرب من انحاء العالم العربي. ورشه اسكندريه 96 واحد منهم من سوريا، منهم جاي واحد من اندونيسيا. فدي بقى في جروبات دلوقتي حراس مرمى. انا عندي جروب 19 و 19800 اسمه جروب مدربين حراس المرمى. الجروب ده عباره عن علم كل يوم. فالعلم ده بقى نتيجته على الحراس اللي بتشتغل. فعايز اقول العوامل دي كلها هي اللي خلت ان السنه دي افضل في الراوند الاولاني، وانا منتظر ان الراوند الثاني هيبقى احسن. النهارده احمد الشناوي كان عنده اصابه بدا يرجع، هتبقى في منافسه للمنتخب قويه جدا. شريف اكرامي، الشناوي، جنش، ابو جبل، يعني دي يبقى النهارده في جوان طالعه جديده. منتخب اولمبي جون زي الجونه. عمر رضوان. عمر رضوان النهارده. حسن شاهين شايفينه الاداء بتاعه عامل ايه في المقاولين. يعني اسماء. فما تقوليش بقى كل اللي انا بحكيه ده. البعض رابط حته انه ممكن يكون في ازمه في حراسه المرمى باعتزال نجم كبير جدا زي عصام الحضري كلاعب دولي كبير وعنده الخبرات العديده يعني في هذا المركز. هل الموضوع ده ليه صله بالنغمه اللي بتطلع ان قلقانين شويه حراسه المرمى في منتخب مصر؟ لا لا. مصر دايما ولاده كابتن امين. تمام. اكيد مصر ولاده بنجوم كبيره جدا. وحراسه المرمى طبعا عصام الحضري عمل يعني ارقام اتكسرت ما حدش هيقدر يعملها. ولكن هو زي ما حكيت لك مجرد ما اعلن اعتزاله بقت فيه كل واحد بيشوف نفسه انا النهارده احق ان انا اكون في منتخب مصر. وجهه نظرك مين الاحق؟ لا في مجموعه كبيره. مين الحارس المرمى الاساسي لمنتخب مصر من وجهه نظر حضرتك؟ يعني هو النهارده في موجود الشناوي، موجود جنش. موجود الشناوي بيمر بظروف معينه. بتكلم على محمد الشناوي حارس مرمى. شريف ماشي راجع بقوه. خلي بالك ان شريف عنده ميزه مش موجوده مع اللي هي مع جني، عنده شنطه هاندباج ورا خبرات. خبرات كبيره طبعا. الخبرات دي بيبقى في وقت وقدرات كبيره على فكره لها مقياس. الناس بيبقى لها مقياس. عندك جنش، عندك منصف، عندك عامر عندك من اللي طالعين ابو جبل. يعني لو في ماتش لمنتخب مصر بكره تختار مين يبقى حارس مرمى منتخب مصر؟ لا حاليا دلوقتي يبقى جنش. يعني لو الزمالك هو بيقدم مستويات جيده بصراحه بالتوقيت وبالوقت يبقى جنش. بس ده قراري انا وانا قاعد قصادك. انما في واحد اخ عزيز غالي كابتن احمد نيجي عنده خبرات كبيره جدا. ده بيقدر في المطبخ يبقى عارف مين. انما حضرتك سالتني فانا اقدر اقول لك في اللحظه دي بكره لا بلعب جنش. تمام. طيب ازاي يتم تكوين شخصيه حارس المرمى منذ قطاعة الناشئين بالتحديد او منذ الصغر بالنسبه لحارس يتمنى ان هو يكون حارس كبير في هذا المركز؟ ازاي بيتم تكوين الشخصيه وايه المقومات الخاصه بحارس المرمى بشكل عام؟ دي مهمه جدا يا كابتن امين.
عشان كده انا بحمد الله ان انا بدات رساله جديده. رساله جديده عباره عن خبرات 45 سنه بنقلها لاخواتي وزمايلي. تمام. لان الخبرات دي لما رحت هولندا انا كنت في مؤتمر من اسبوعين في هولندا 116 مدرب حراس مرمى على مستوى العالم. 16 منهم كانوا في كاس العالم. تمام. منهم دان كاسبر العظيم. ده مدرب 68 سنه بيسموه شيخ مدرب اوروبا. اما لقيت الناس دي انا عرضت شغلي عليهم الراجل ده اتجنن ما بقاش سايبني ان الخبرات دي لان هو قال لي حاجه بسيطه قال لي انت يعني كلنا بنشتغل ولكن انت عندك طريقه اللي هي كيفيه الوصول بين نقطتين بسرعه جدا فانا عايز الخبرات دي اديها لاخواتي واولادي. النقطه الثانيه الاكاديميات ليه بقى ما طلع بيقول لك العلم في الصغر كان نقش على الحجر اما طلع حارس مرمى من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الفنيه فاهم يعني ايه تمركز صحيح فاهم يعني ايه زاويه خلاص يبقى اما يكبر بقت سهله جدا مرة. خلي بالك ان انا كنت بعاني وانا في المنتخب وحتى وانا في وادي دجله بصلح لجوان كبيره اخطاء مش ذنبه ذنب التدريب ذنب المدربين الصغير. ليه بقى في العالم كله كابتن امير بيجيبوا الشيخ الكبير ويدوا له اعلى مرتب ويحطوه مع الناشئين مش العكس لان ده يعني ده هيدي الخبرات اللي هيبني صح ده اللي هيبني صح. فانا الحمد لله عندي ما شاء الله ما شاء الله انا عندي حتى منتخب 2009 ده في وادي دجله مثلا اول ما بدانا الحب ما كانوش بيجيبوا نط لغايه ما سبتهم الاسبوع اللي فات واصلين 60 وفاهم يعني ايه ليبرو وفاهم يعني ايه يتكلم لان انا عندي ابني محمود 9 سنين ما شاء الله. في وادي دجله وفي منتخب 2009 اما تشوفه سبحان الله هو موهوب من عند الله ما شاء الله بعيد عن فكر صار موهوب بالكاريزما بتاعت الشخصيه تمام اما تتفرج عليه ده عارف بعد ما بيلعب مباراه بيقولوا مزور وبييجوا يعترضوا عليه اما يعرفوا انه ابن فكر صالح خلاص انما بيعترضوا عليه ليه لانه حاسين ان ده مش طفل لان مش هو بس مش عشان ابني ده مع كل الاجوان مع عمر اللي موجود مع كل الاجوان الموجوده مع احمد كل الاجوان الصغيره دي عشان كده انا بقول مهم جدا الاكاديميات ان يبقى فيها العلم الصح الحراس المرمى لان احنا كلنا بنقول هو 50% من التيم في 70 خلي بالك حارس المرمى النهارده بيغير جهاز بالظبط دي حقيقه طيب نروح لفاصل سريع ونرجع نواصل هذا الحوار الشيق مع الكابتن الكبير كابتن فكري صالح بعد الفاصل. لسه مستمرين معاك وهذا الحوار الشيق والممتع مع الكابتن الكبير وشيخ مدربي حراس المرمى في مصر كابتن فكري صالح. كنا بنتكلم على كيفية تطوير الحراس وكيفية اكتشاف الحراس منذ الصغر وبالتالي أكيد شيء مهم جدا بالنسبة لحراس المرمى، لكن عايز أسأل حضرتك عن ورش العمل الخاصة بيك، وهل في ناس بتساعدك في ورش العمل دي ولا الأمور بتبقى ماشية إزاي؟ كابتن أمير طبعا أنا بمجرد ما أخدت المهمة دي من سنة أنا بقالي في مهمة الإشراف على الأكاديميات وقطاع النشاط من سنة. اخترت 2 من وادي دجلة يعني كان اختيار موفق من الله لأن أنت ممكن تختار حد يبقى إضافة ليك أو يبقى العكس. بالظبط. اخترت الكابتن إيهاب زغلول القدير واخترت الكابتن أسامة أبو هاشم وأنا بشتغل في الورش اخترت 2 تانيين من اسكندرية كابتن هشام زكريا وكابتن رجب الدولي من اسكندرية اشمعنى؟ عشان أنا عايز أعمل قيادات عايز أعمل قيادات في كل حتة تمام يعني أنا اخترت 2 من وادي دجلة يبقى دول قيادات في المستقبل إنها تكمل الرسالة للي بعديها وبرضه لا توسمت في الاثنين دول في اسكندرية اللي انا بحبه سواء من الامانه سواء من الشغل سواء من الدؤوب فاخترتهم بقى ده جهازي 2 من اسكندريه و2 من منظومه وادي دجله المحترمه وممكن كان ممدوح عسل مثلا من الشرقيه واخده بس هو جاله ما شاء الله بعد الورش بتاعتنا كله سافر يعني
راح السعودية، لأني الحمد لله بتوفيق من الله أن الورج دي وشها حلو على المدربين، فما شاء الله أكتر من واحد من اللي كانوا موجودين، في وليد الشناوي، في وليد إبراهيم برضو من الناس اللي هي مستقبلا حيبقى لها شأن. بس أنا أربعة عندي، سواء إيهاب زغلول، سواء أسامة أبو هاشم، سواء رجب الدولي، سواء هشام زكريا، أنا بديهم التحية العسكرية من هنا، لأنهم مش عايز أقول لك أي ورشة ما بيناموش. تمام. يناموا ثلاثة ونص صحيح وأربعة. يقولوا طب يا كابتن نص ساعة، أقول لهم أنا في الجيش كنت ممكن أنام في مهمة خمس دقايق. تمام. طيب مين الأفضل كحارس مرمى؟ الحارس اللي عنده موهبة الحراسة، ولا الحارس اللي بيتألق نتيجة التدريبات؟ أنهي اللي بيبقى أفضل؟ والله الاثنين. إزاي؟ يعني أنا في حياتي، لأن حياتي مليئة بالعمالقة. بيبقى عندك عملاق درجة الموهبة بتاعته 100%. تمام. زي الله يرحمه أحمد إكرام. الله يرحمه. أحمد ده كان موهوب كبير. موهوب درجة كبيرة جدا. وبيجي لك واحد الموهبة بتاعته أقل درجة. بس مع الإرادة والتحدي بيشتغل. بيوصل. بيعدي الموهوب. انت فهمت قصدي؟ يعني بيكملوا بعض، هما الاثنين بيكملوا بعض. بس هي الموهبة اما بتدي حد بسرعة الشغل، يعني ممكن مع الموهوب اشتغل ثلاث اسابيع تديني على طول، تديني فرق جامد، لانه يعني موهوب للموهوب. ممكن بقى اللي مش موهوب تاخد اكتر، تاخد شهر، تاخد. ومر عليا حاجات كتير. يعني في حراس مرمى موهوبين قدامنا كتير قوي، بس بحته عدم الالتزام مضيعه مستوى. زي مين؟ زي احمد الشناوي. احمد الشناوي، احمد الشناوي عنده الدرجه كامله. وخلي بالك اما توقف كده احمد الشناوي وتوقف احمد اكرامي الله يرحمه، الاثنين في المواصفات واحده، في الجسم، في الطول، ولكن الالتزام بعيد عن الشناوي. فتلاقي احمد اصابات، تلاقي مفيش الانجازات الكبيره. تمام. فهمني؟ فهي دي. فالاثنين انا لازم اشتغل معهم، واي مدرب، لان اللي بيسمعني دلوقتي ولادي المدربين واخواتي، لازم يبقى عندك الموهوب والغير موهوب. بس شوف يا كابتن امير، اقول لك قاعده، لو لقيت مدرب بيشتغل مع الثلاث اجوان او الاربعه زي بعض، اعرف ان في حاجه ناقصه، لان استحاله الاربعه يبقوا مستوى واحد. لازم ده هتتعامل معاه. في فروقات اكيد. انا كنت بشتغل مع عصام 46 سنه، معايا وليد 21 سنه مثلا، محمود رضا 24 سنه. كان عصام الحضري مثلا، وليد كان والده اصغر من عصام الحضري. لا والله. انت فاهم قصدي؟ ولكن بتشتغل ازاي؟ السيستم ده ايه والسيستم ده ايه؟ لان انا مش ممكن هعمل شغل معايا. فهي دي الطريقه. ازاي تقدر ده عايز ايه ومن غير ما يحس، وده عايز ايه وده عايز. دي مفاتيح، وده اللي انا بحاول ادي لي ولادي دلوقتي مفاتيح الخبره دي، لان انا ما لقيتهاش في كتاب. بالظبط. فعايز اوفر عليه سنين يبقى فيها انكسارات واقول له اتفضل. بس هي دي. طيب طبعا حضرتك توليت تدريب حراسه المرمى في منتخبات مصر المختلفه فترات طويله وبعض الانديه، مين اكتر حارس ريحك في التدريب او حسيت ان درجه استيعابه سريعه، تالقه في التدريبات بشكل كويس، بيأدي التدريبات بشكل كويس، فبالتالي بيأثر عليه بالايجاب في المباريات، مين اكتر حارس وحش افريقيا؟ حضري. لا مين؟ كرامي كبير. كرامي كبير، الناس ما تعرفوش. اسم فكر صالح. عملوا الله للأمانة، يعني عملوا الله ثم وحش أفريقيا. إكرام كبير طبعا، نجم كبير أكيد. أنا لما جيت مسكت المنتخب كان عندي 23 سنة. 23 سنة؟ 24 سنة. يعني ما كملتش 24 سنة. ده قدر من الله، ولو قصة لو حكيناها أنت عايز حلقتين. فخليها في وقت تاني، عايز حلقتين. كانت عن طريق كابتن فؤاد صدقي، شاف رؤية ثلاث ايام فجاه قال لي يعني. فمش عايزين نخش فيها لانها تاخد وقت. فانا لما خدت الاجوان اول مره كان علي النجار، كان اكبر مني ب 10 سنين. ده بتاع الاولمبي، وكان الله يرحمه ثابت البطل، الكلام ده سنه 79 80. وكان ثابت البطل الله يرحمه اكبر مني بسنتين. ما كانش لسه، وكان ما خدتش اكرامي، وخدت السطوحي.
كان اكبر مني باربع سنين او بخمس سنين، يعني بتدرب ناس اكبر مني. تمام. اما ما خدتش اكرامي كلمني في التليفون، كان اكرامي عامل كاردليج، اكرامي الكبير، بتكلم على وحش افريقيا، على الوحش الكبير. طبعا. فقال لي يا كابتن انا ما انا بقيت سليم وبلعب وبتاع. فقلت له عموما اكرامي انا كنت طبعا بلعب في الزمالك، يعني مثلا قصاده لعبنا مثلا مباراه، كان هو بيلعب فريق اول 21 سنه ولعبنا مثلا قصاد بعض 21 سنه، ففي علاقه معايا مع اكرامي يعني، وقريبين من السن يعني، يعني متساويين في السن. فقلت له يا كابتن، كلمت الكابتن فاصلي الله يرحمه، قلت له يا كابتن انا اكرامي كلمني، قال لي وانت عايز تعمل ايه؟ قلت له انا عايز اخده لمده 15 يوم من غير حد يعني، وعايز اكرامي يبقى معايا في المنتخب. كان عندنا بطوله نيجيريا سنه 81. تمام. فقال لي اعمل اللي انت عايزه. فبقيت اخد الوحش افريقيا ده اكرامي، كابتن اكرامي العظيم، ادربه في نادي المقاولين العرب، كنت اياميها في المقاولين، بخمسين كوره. خمسين كوره؟ خمسين كوره، هو سامعني دلوقتي، خمسين كوره، واقول للولا حضر ميه بعسل بسكر، لان كان يخلص الخمسين كوره، لان كان لازم انزل وزنه 9 كيلو او 10 كيلو. فانت قلت لي مين اكتر واحد؟ هو كابتن اكرامي العظيم. لانه في خلال اسبوعين نزل حوالي 11 كيلو، دي استحاله. لو تفتكر عمل في افريقيا، كان صعب جدا اي حد انفرادي يجيب جون في اكرامي، في كابتن اكرامي. فانا تحيه لان هذا الوحش اسطوره في حراسه المرمى طبعا، كابتن اكرامي هو إكرامي. سبب للامانه من فضل من على الله، وفضل من وجود اكرامي معايا. خلي بالك قدر من الله، انا دربت عيله اكرامي كلها، كلهم. ازاي بقى؟ اكرامي كبير، واحمد اكرامي الله يرحمه، وشريف اكرامي، واحسان الشحات اخو اكرامي. تمام. واكرامي احسان الشحات. هي المدام قالت لي مره، قالت ناقص تدرب البنت، يبقى انت دربت العيله كلها. فطبعا ده شرف عظيم ليه. طيب معانا حد عزيز جدا عليك على التليفون، وهو الكابتن محمد السيفي، مدرب منتخب الشباب الصادق. طبعا ده من الناس الحلوه جدا. كابتن محمد مساء الخير عليك. أهلا وسهلا، وسعيد طبعا بالمداخلة الجميلة دي في قناة الأهلي العظيمة، وسعيد بوجود حضرتك، وطبعا جنرال حبيبي طبعا، وسعيد جدا جدا وقاعد بتفرج على الحلقة المستمتع طبعا. بجد طبعا يمكن كابتن فكري شهادتي فيها هتبقى مكروحة، لأن هو أخويا الكبير، وطبعا يعني من العظماء مع الكابتن الراحل الكابتن محمود الجوهري الجنرال طبعًا. الكبير، وأنا بعتبر كابتن فكري صالح هو الجنرال في حراسة التدريب بأمانة على مستوى أفريقيا والعرب، ودايما يعني الحمد لله تاريخ كبير جدا جدا جدا، ويمكن الفترة يمكن أنا دلوقتي لما بشتغل في أي شغل فبيبقى دايما بالنسبة لي مدربين حراس المرمى، قلت لهم أنا بفضل ربنا عليا إن أنا اشتغلت مع أعظم مدرب حراس مرمى فعلا فعلا، فدايما بيبقى قياساتي دايما لمدربين حراس المرمى من شغل كبير جدا جدا لكابتن فكري، الشخصية كبيرة جدا طبعا، احنا مش هنقول يمكن حضر للناس كتير قوي اكيد طبعا يعرفوه، في فتره شرف ليا ان انا زميلته في الجهاز الفني في سواء في الشباب او الناشئين، كان الشناوي، اتنين شناوي كانوا اتمرنوا معايا، كانوا لسه 17 او 16 سنه، علي لطفي، وكل دول شفناهم في الاهلي وفي الزمالك، ليه رؤيه قويه جدا جدا، ويمكن اخر حاجه يعني والحاجه الكبيره جدا طبعا اكيد الناس كلها عارفاها، ان عصام الحضري والكامباج الكبير اللي عمله ده كان في وقت كبير، او كان في عمل مهم جدا جدا، ان في الوقت ده كان دايما سبورت معاه كابتن فكري، وكان الفتره دي بالاخص تقريبا في وادي دجله، وكان كابتن فكري عامل معاه شغل عالي جدا جدا. فطبعا يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله، وانا سعيد جدا جدا لاني دايما بتابع، ودايما هو مشرفنا في كل المحافل بجد، دايما بتابعه من خلال الدورات والورش اللي بيعملها على مستوى مصر كلها، ويمكن شفت له حاجه كانت في دبي برضو، ده يعني مش هعود بعيد عن الجنرال اللي زي من الكابتن محمود الجوهري، ان دايما يمكن كابتن فكري من الحاجات الجميله جدا جدا برضو في معاشرتي معاه، انه دايما الجديد، دايما يحب يتكلم مع الناس كلها، ودايما يساعد مدربين حراس المرمى اللي هم لسه صاعدين، وبيديهم العلم بتاعه،
فانا سعيد جدا جدا صراحه ان انا شفته ومبسوط بيه جدا. واتمنى اهم السمات الشخصيه اللي بتميز كابتن فكري صالح ايه من خلال تعاملك معاه؟ من خلال تعاملي معاه نمره واحد، هو فعلا يمكن انا لقب جنرال، وطبعا اللي دايما بنلقبه للكابتن جوهر الله يرحمه هو كابتن فكري صالح في شغله، يعني اوروبي، يعني الالتزام جدا جدا بالمواعيد، عنده دايما في اي تدريبات سواء الصبح او اي ميتنج دايما هو اول واحد. دايما من السمات الشخصيه الجميله ان انت حتى تلاقيه وهو نازل التمرين مستعد شكلا ومضمونا، ودايما تلاقيه الشياكه، وطبعا كابتن فكري دايما هو اللي معلمنا الشياكه في كل حاجه ينزل. كنت بتلقبه بايه طيب؟ يا فندم؟ كنت بتلقب كابتن فكري بايه؟ الجميل، فكري الجميل دايما. كان انسان ملتزم جدا جدا في التدريب، بتحس ان هو فعلا، يعني انا دايما كنت دايما اقول لهم لكل بعد ما اشتغلت مع كابتن فكري دايما اقول للمدربين الحراس، انا كنت اقعد الفرقه كلها تتمرن على مدار ساعتين 25 لعيب، واربع حراس معاه الساعتين دول بيتحملوهم كان بجد في معسكر، حاجه عسكريه، التزام. دي خلي بالك مهمه جدا جدا. المدرسه دي هي مدرسه الكابتن الجوهري. النهارده هنبص هنقول كابتن حسام حسن ونجاحه في الفترات اللي فاتت دي، كابتن حسام البدري في الاخر، هتلاقي معظم دول هم دول اللي هي المدرسه بتاع الكابتن جوهري اللي فيها الالتزام اللي احنا بصراحه افتقدناها. يعني يمكن كابتن فكري كمان من الحاجات الجميله اللي كنت بحبها قوي ان هو كان خلال مستوى الناشئين والشباب، الولاد دول كان كابتن جوهري بيعتبره ان هو والد ليهم، وكان بيوجههم في حياتهم الشخصيه كمان، لان انت حضرتك عارف طبعا ان ممكن في لعيبه بتبقى كويسه جدا بس الثقافه عندها شويه ما بتبقاش قادره ان هي تستوعب النجوميه اللي فيها. الحاجات دي كابتن فكري بصراحه كان من الحاجات اللي انا كنت ببقى سعيد جدا 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 في التعامل معاه. روحه في التمرين بتحس ان هو فعلا بيشتغل في التمرين بقلبه، تحس ان الانسان مركز جدا جدا. خبراته الكبيره طبعا وشغله مع مدربين عظماء جدا، اكثرهم طبعا الجنرال كابتن محمود الجوهري اللي كان يمكن من الناس اللي كان بيثق فيها جدا جدا كابتن فكري صالح، فكنت بشوف خدت خبرات منه، مش بس كون ان هو مدرب حراس مرمى ومش مدرب حراس مرمى بلغه، لا يعني يمكن لسه انا داخل في المداخله وهو كان بيتكلم انا كنت فعلا زمان بشوف الصور وهو بيمرن كابتن اكرامي وكابتن ثابت وكابتن عادل محمود في التاريخ لحد النهارده ما بنتكلم عن علي لطفي والشناوي. تمام. يعني بجد انا سعيد جدا جدا بوجود احنا اسعد طبعا بالمداخله دي كابتن محمد سيفي مدرب منتخب الشباب السابق. بشكرك شكرا جزيلا. وطبعا انت في طبعا اتفضل لو عايز تسجلها. كابتن سيفي انا يوم تاريخي ليا النهارده ده حقيقي من قلبي امام الله ان انا اكون في قناه الاهلي، النادي الاهلي العظيم اللي انا بكن له كل احترام، وان الناس مع المداخله بتاعتك يا كابتن صيفي، لان انا اعرفك انسان صادق ولا تجامل اي احد، ويكفي ان انت رمز الوفاء، ابن من ابناء الكابتن محمود الجوري. جزاك الله كل خير، وانا سعيد جدا النهارده ان انا سمعت هذه المداخله من حضرتك كابتن سيف. نشكر طبعا نشكرك يا كابتن محمد، اكيد مداخله رائعه وكلام اكثر من رائع للكابتن فكري صالح. لكن قبل ما نختم عايز اتكلم على جزئيه معينه جدا وهي مهمه للغايه وخاصه باساليب تدريب حراسه المرمى. الفتره اللي فاتت ممكن الناس بتشوف على الانترنت كده بعض الفيديوهات الخاصه ببعض الاجهزه اللي ممكن من خلالها بيتمرن حراس المرمى، سواء الاجهزه اللي بتعمل بوشنج للكوره، كل الاجهزه الغريبه نوعا ما على الجمهور المصري. هل الاجهزه دي مفيده لتطوير مستوى حراس المرمى، ولا في اساليب معينه وتدريبات معينه اللي هي تعتبر قديمه شويه دي افيد بالنسبه للحراس؟ كابتن امير انا عرفت قيمه العلم اللي ربنا اداهولي او الخبرات، لانك ما بتعرفش قيمه الحاجه الا لما حد تاني يقول لك عليها طبعا. او تفقدها. فانا زي ما قلت لك في مؤتمر هولندا انا يوم الاحد كنت قاعد بقول ايه اللي جابني، لاني الون والوحدي والمحاضرين معروفين وكل واحد له المحاضرات بتاعته. ربنا اراد ان انا بتوفيق من عنده، لان المحاضرين كانوا اربعه انا الرابع، وكانت القصه عشان عصام الحضري، عشان عصام الحضري التجربه دي اللي هو 46 سنه وي 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 وي
اما عرضت الشغل بتاعي سواء النظري او العملي وربنا قدر من عنده ان كل محاضر كان بيدي محاضرة بالليل يعني يوم وتاني يوم 4:30 العمل. لا انا بدي محاضرتي العملي 4:30 يوم 3 وبالليل 7:30 النظري. لقيت الدنيا اتغيرت خالص، الناس كلها بتلتف حواليه وعايزة تاخد، قالت لا العلم ده لا انت جايبه منين؟ قلت لهم رغم ان انا ما وقفت قصادهم واعلنت الكلام ده، الناس شافوه على الميديا. انا قلت لهم انا لست محاضر، انا راجل ضابط جيش قوات خاصه، ولكن قدر لي من عند الله ان اكون مدرب منتخب مصر 24 سنه بدون ولا شهاده، وان اكون بحاضر قدامكم قدام اعظم مدربين من العالم بدون رخصه، يعني مش واخد رخصه محاضر. فانا هقول حاجات دي خبرات 45 سنه، منكم اللي هيقبلها ومنكم اللي مش هيقبلها، فانا تحت امركم. تمام ثانك يو. ورحت بدات الشغل. مش عايز اقول لك لغايه دلوقتي 9 منهم على علاقه معايا، لدرجه الورشه الاخيره دان كاسبر العظيم ده اللي هو شيخ مدربي طلب انها اونلاين، يعني اي حاجه تحصل ابعتها له. يبقى في تواصل. فعرفت ان العلم اللي ربنا اداهولي او الخبرات دي لازم اديها لولادي الصغيرين في الاكاديميات، لمدربين الاكاديميات. ليه؟ لان هوفر على مصر زمن طويل جدا. تمام. وعرفت ان ده من عند الله. ف بعيد بقى عن الجيم، يعني انا مثلا اختلفت قلت لهم انا ممكن الحبل ده اعمل بيه جيم كام، البرميل بتاع التلج يعني قعدوا يسقفوا هم عندهم احدث الاجهزه في عمليه الاستشفاء، انا وريتهم برميل التلج اللي قاعد فيه عصام الحضري قعدوا يسقفوا. انت فهمت قصدي؟ عايز اقول هي مش معدات، هو فكر، هي مفاتيح. البعض بينادي ان لازم الانديه تكون عندها المعدات دي لان خلاص ده لازم تواكب التطور الموجود. لا ما هو ده لازم. انا دايما احدث اي يعني احدث شيء. طب انا هقول لك حاجه، كل اللي اشتغلت بيه من عند الله سنة 80 حاليا بيعملوه. أنا مثلا جاء الجواكت اللي هي الأتقال دي كنت بجيب جاكت الصاعقة بتاعي سنة 81 وأحط فيه رم وعدوي. كور التنس ويمكن كابتن شوبير قالها، الأول من دربنا بكور التنس سنة 81 كابتن فكري صالح. أنا في أحد الموزعين كان كابتن سيف زاهر بيتفرج على تمرين من سنة واحد بيشوط بكور التنس قال يا سلام إيه ده، فاهم ازاي؟ فواحد رد قال ده الكابتن فكري صالح بيعملها من سنة 81. فعايز أقول هو وفوق كل ذي علم عليم طبعا. فلازم أنا دايما أطور، يعني أشتغل بالتطور الموجود، ولكن دايما الخبرات مهمة جدا. أخيرا تتوقع مين يكون حارس مرمى منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية؟ لا دي صعبة لأني وما تدري نفس ماذا تكسب. في تمام بس في معطيات. في دلوقتي منافسة قوية جدا. ودي حاجة كويسة. خلي بالك أنا في شغل أيام المنتخبات ما فيش حاجة اسمها 1 2 3. تمام. لغاية آخر لحظة وآخر يوم في، بس كان بيبقى باين. تمام. فأنا أتمنى من الله إن هذه المنافسه القويه تبقى موجوده وتبقى في صالح المنتخب وصالح المنتخب، والاصلح هو اللي يكون موجود ان شاء الله. انما انا لازم ارفع التحيه لشريف اكرامي لسببين. تمام. اللي مر بيه ما مرش بيه حد، انه بدا انا فرجت على المباراه الاخيره ما شاء الله بدا يرجع بقوه مع طارق عبد العلي طارق سليمان ابني طبعا. وحبيبي ربنا يوفقه ان انا اشوف اجوان النادي الاهلي كلها النهارده ترجع تبقى عمالقة مصر زي ما هي دايما عمالقة مصر. كابتن فكري نورتنا وشرفتنا، وانا عن نفسي استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك النهارده. انا شرف عظيم ليا، شرف لينا ان اول مره اكون في النادي داخل قلبي بحبه، لانه الشعار بتاعه الحب الوفاء الاخلاص اللي هي اسمها روح الفانيلا. تمام. وانا في كل شعاراتي اللي بنادي بيها كل المدربين سامعيني دلوقتي
هي الحب الوفاء والإخلاص. شكرا ليك كابتن. شكرا كابتن. شكرا لقناة النادي الأهلي. شكرا للنادي الأهلي العظيم على هذه الدعوة. شكرا ربنا يخليك. طبعا ده كان لقاء أكثر من رائع للكابتن فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى في مصر، وكلمنا في العديد من الأمور اللي بتخص حراس المرمى في الدوري المصري بشكل عام أو الحراس المصريين بشكل عام. أكيد كانت فقرة مميزة وهامة جدا، ودي كانت الفقرة الثانية من حلقة أهلي ليلة النهاردة. لسه الحلقة ما خلصتش، في فقرة ثالثة أخرى لا تقل أهمية عن الفقرات الأولى خاصة بالألعاب الأخرى مع زميلي العزيز كابتن خالد العوضي بعد الفصل. خير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، الفقرة الأخيرة في الأهلي ليلة النهاردة في الألعاب الأخرى. طبعا عندنا مباراة مهمة جدا ومباراة قوية جدا، وهي كل جماهير الأهلي بتتوجه إليها بكرة وبعده، وهي نهائي دوري المرتبط لكرة السلة. مباراة مهمة، مباراة قوية مع نادي الاتحاد السكندري. هنلعب في الإسماعيلية مباراتين، مباراة للمرتبط فريق 16 سنة والدرجة الأولى، اللي يكسب يشيل او يكسب بطوله دوري المرتبط. النادي الاهلي كان بطل السنه الماضيه. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا يعني نبارك للنادي الاهلي ونقول لهم مبروك، وان شاء الله كده باذن الله مباراه مهمه. كابتن طارق خيري اتم الاستعداد ليها تمام التمام، كل المرحله عمل معسكر في الاسماعيليه، اللاعبين جاهزين، الحاله الفنيه مرتفعه، الحاله المعنويه والنفسيه عندهم عاليه جدا ان هم يحققوا بطوله جديده للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه باذن الله اللي هو بكره وبعده. ان شاء الله باذن الله قناه الاهلي زي ما الفرقه اعتمدت استعدادها، قناه الاهلي اعتمدت استعدادها كويس جدا للمباراه، وهنقطين بكره وبعده على الهواء باستديو تحليل. عندنا محللين هيكونوا متواجدين معانا، وناس من كبار رجال كرة السلة أو كباتن كرة السلة معانا هيكون متواجد بكرة معانا في الاستوديو التحليلي إن شاء الله. كابتن محمد سيد سليمان، كابتن سلعوة، وكابتن علي هاشم ده، وكابتن شريف عزمي المدير الفني لمنتخب مصر والمدير الفني الحالي لنادي الشرقية، كأسماء كبيرة بإذن الله بكرة معانا. هنفتح كل الملفات لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري وهو ديربي كرة السلة المصري. بعد بكره هيكون معانا كابتن هاني عبد المنعم وكابتن خالد بخيت. القناه بتحاول تسعى بكل جهدها ان هي تجيب كل الماتشات. خلاص الحمد لله قلنا ان ماتشات الباسكت الحمد لله اللي احنا بنجيب ماتشات، ورئاسه القناه برئاسه الدكتور خالد توحيد بتسعى جديا لحصد او جمع كل المباريات لفرق النادي الاهلي عشان تزحها على القناه. هيبقى عندنا مساحه كبيره ان شاء الله باذن الله لكل المباريات. مباريات دوري كره اليد اول ما يرجع هيكون معانا، وبنسعى للكره الطايره، وان شاء الله هنسعى لكل الالعاب لان كلهم فيها حقوق. فاحنا بنشوف اللي احنا نقدر نجيب ماتشات الاهلي عشان جمهور النادي الاهلي يقدر يتابع من كل الاتجاهات ان شاء الله. يعني بكره مباراه مهمه باذن الله، استنونا من الساعه 5 هنبدا الاستوديو. هنخرج تقرير لكابتن طارق خيري ونشوف قال ايه وبيقول ايه على مباراه بكره اللي احنا بنستعد لها هنا وكل جماهير بتستعد لها. هنشوف كابتن طارق خيري قال ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. الحمد لله رب العالمين طبعا على وصولنا للفاينل. مباراتين كانوا صعبين جدا. الدوري زي ما قلت لك قبل كده وزي ما بنتكلم كتير في عدد الفرق المتقاربه في المستوى كتير. احنا الدوري بتاعنا 8 فرق قريبين جدا في المستوى، ما حدش يعرف مين هيكسب مين. احنا سبورتنج الجيم الماتشين يعني زي شبه بعض تقريبا، سكور ليد هم ليد احنا ليد لحد ما بيخلص في اخر كوارتر. الحمد لله احنا قدرنا في الجيم الثاني، كنا التركيز كان اعلى من الماتش الاولاني، قدرنا نخلص في الجيم في اخر 4 دقائق. وجيم صعب. انا بمشي كل الجيمات على وتيره واحده، ما بديش حاجه، كل الماتشات عندي ليها اهميه خاصه طالما الفرقه في حاله فنيه او بدنيه عاليه. انا ما بحبش حتى ابين ده في التمرين ان الموضوع يبقى فيه الاهميه اكبر من اللازم. ساعات لعيب بيتشت، احنا بنتعامل ان الفريق الاتحاد او اي فرقه بنلعبها فريق محترم، اديله اهميته في التمرين، لان احنا طبعا عندنا احنا او المدربين الفرق الاخرى اكيد انت عندك
الداتا بتاعت نادي الاتحاد، بتقعد اللعيب لعيب بتفصله، بتفسر اللعيبه انت هتمسكه ازاي، مميزاته، الشغل الجماعي بتاعهم بيعملوه ازاي، التومنز ليه بيلعبوه ازاي. احنا بتقعد تمرن على الكلام ده جوه الجيم، بيبقى على حسب تركيز اللاعب انت موفق ولا. يعني انا الجيم الثاني مثلا في ماتش سبورتنج الحمد لله رب العالمين في الكوارتر الثالث والرابع احنا عاملين جود ديفنس، فانت اكنك حافظ هو بيعمل ايه، فانت بتدافع عليه كويس. احنا الاتحاد زيه زي اي فرقه بنلعبه جيم عادي جدا، نتمنى يبقى التركيز بتاع الفرقه دي زي فرقه الاهلي بتاعتنا ان زي الثالث والرابع في ماتش سبورتنج. ده دورنا احنا كمدربين، تشرح للعيب كل مميزات وعيوب كل الفريق المنافس اللي هتلعبه. التوفيق ده بتاع ربنا. الحمد لله على صعودنا النهائي بدور الثلث المرتبط. ان شاء الله الفتره دي احنا خطوة خطوة كده بنتمرن ان احنا ندرس فرقة الاتحاد، فرقة كبيرة، ماتش مش سهل، مباراة تليق بفاينل يعني. وان شاء الله مع الكوتش مع كابتن طارق كده نحط الخطة المناسبة ان احنا نحرز اللقب ان شاء الله. احنا بناخد بطولة المرتبطة عاملة زي الكاس، يمكن كل دور كأنه كاس، انت بتكسب تصعد للدور اللي بعده. يمكن مباراة الفاينل بتختلف عن مباراة اللي فات لها تحضير اكتر شوية. ان شاء الله مع كابتاري هو اللي بيشوف المناسب للفرقة وبيحط الخطة المناسبة يعني ان شاء الله. والحمد لله على مكسب نادي سبورتنج، كان ماتش صعب جدا، كان حصلنا سوء توفيق في الماتش الاولاني وخسرنا فيه، بس الحمد لله قدرنا نعديه. ودلوقتي احنا مركزين جدا في ماتش الاتحاد، يعني عندنا ماتشين بطوله ان شاء الله، عندنا ثلاث او اربع بطولات السنه دي ان شاء الله، مش عايزين نفوت على حاجه فيهم، وان شاء يعني ان شاء الله نعمل اللي علينا وزياده عشان نكسب البطوله باذن الله. والله كابتن طارق يعني خلاص يعني كله دلوقتي بيتكلم على نبتدي يعني نتكلم على تكتيك نادي الاتحاد، ازاي هنقدر ندافع عليهم، ازاي الخطط بتاعتهم هنقدر نوقفها، ايه المميزات بتاعتهم، ايه اللي احنا هنقدر نلعب عليهم فيه، كلها يعني شغل التكتيك دلوقتي يعني. والله طبعا الجمهور طبعا بالنسبه لنا هو يعني هو كم واحد هو الدعم لينا، اقول لهم ان احنا ان شاء الله يعني هنبذل اقصى مجهود نقدر نعمله ان احنا نكسب البطوله، وان شاء الله باذن الله البطوله اهلاويه باذن الله. الحمد لله رب العالمين على الماتش اللي فات، كان مهم جدا ان احنا نعدي. الاول كانت بطوله صعبه، الدور الثمانيه كان معانا الزمالك، كان نهائي مبكر، يعني تبقى معاك الزمالك ايا كان الحسابات ايا كان مستوى الفرقه، ده ماتش قمه ان انت تكسب اهلي وزمالك. بعد كده ربنا يعني كرمنا عدينا الحمد لله ماتش الزمالك، لعبنا ماتشين سبورتنج كانوا ماتشين صعبين، المرتبط الحمد لله قدر يساعدنا، واحنا برده كان الماتش الاولاني كان فيه عدم توفيق، قدرنا ان احنا نصالح الجمهور تاني يوم على طول بعد ما لعبنا تقريبا ست اشواط، يعني بعد 2 اكسترا تايم اللي احنا نكسب ونكسب فرق 10 بونت ونكسب، ندي درس، ندي رساله لكل الفرق. الاهلي السنه دي واقف على رجله زي السنه اللي فاتت. بقول للجمهور ان احنا وعدكم اللي احنا كلنا على قلب راجل واحد، احنا كلنا في ظهركم، احنا كلنا في الاخر والاول ولاد النادي، كلنا اتربينا في النادي، حتى الناس اللي جايه من بره عارفه معنا، جمهور النادي الاهلي عارفه ان هم ورانا، في دعم كبير ليهم جدا، حتى ما بيكون في اخفاق او اي حاجه بيكون في برضو هم بيكونوا في ظهرنا ويكون في سبورت. ان شاء الله نوعدهم ان احنا باذن الله باذن الله باذن الله نكسب دوري المرتبط، احنا عارفين اهميه البطوله دي لينا كلنا، ودي ان شاء الله تبقى فتحه خير على الموسم ان شاء الله، احنا كسبانين دوري المرتبط. عجبني لهجة اللعيبة، اللعيبة عندها إصرار وحماس للمكسب، عندها طموح اللي هي تكسب المباراة وعشان خاطر نفسها وعشان خاطر ناديها. هو ده ولاد النادي الأهلي، هم دول لعيبة النادي الأهلي اللي أنا شايفهم قدامي النهاردة، هم بيقولوا إحنا مصممين على الفوز، رايحين للمكسب، بنطمن جماهيرنا. إن شاء الله بإذن الله هنبارك لهم وهنكون معاهم إن شاء الله بكرة وبعده زي ما قلت لكم على قناة الأهلي من 5 لـ9 ورا بعض اليومين عشان نغطي أحداث نهائي دوري المرتبط. هنسيب كرة السلة ونروح للكرة الطايرة ونهاية الدور الأول أو نهاية الدور الأول والدور الثاني. المجموعة كرة الطايرة بتلعب في المجموعة الثانية، هي على صدارة المجموعة الثانية، كسبانة كل ماتشاتها، عندها مباراتين النصر وبني سويف. بكرة النصر، يوم الثلاثاء هيلعبوا النصر، ويوم الجمعة الجاية هيلعبوا بني سويف في فاينل الدور الأول لدوري الممتاز للكرة الطايرة. الدوري بينقسم إلى 4 مجموعات، لعبوا دور أول ودور ثاني، كل مجموعة 7 فرق،
خلصوا اول مرحله، المرحله الثانيه هياخدوا اول اربعه من المرحله الاولى يلعبوا تاني، يقسموهم ل مجموعتين لاربع مجموعات، كل مجموعه اربعه يلعبوا دوري رايح جاي ست مباريات، بعد كده يحددوا يخشوا لتحديد بطل الدوري. نهايه الدوري السنه دي في اتحاد الطايره لسه لم يحدد اسلوب او نهايه الدوري، هل هتكون دورات مجمعه، هل هيكون رايح جاي، لسه ما نعرفش اتحاد الطايره هيحدد ايه كمان شويه. هنروح لتالت خبر، هنسيب ملعب الطايره وهنروح جري الملعب كره اليد، وفوز مواليد شباب مواليد 98 اللي بيمرنوا بالكابتن يحيى يوسف، مواليد 98 لكره اليد فازوا على نادي الطيران 32-20 في اخر مباراه بيستعدوا لمواجهه بترول اسيوط. هنخرج التقرير هنشوف كابتن يحيى يوسف قال ايه بعد ما كسب الطيران، تقرير وترجعوا له مره ثانيه. النهارده الفوز على فريق نادي الطيران 32-20 واداء جيد من اللعيبه من اول مباراه، ان احنا كنا بقالنا ست ايام بعد ماتش كان عندنا اصحاب الجياد التاد اللي فات في اسكندريه وفزنا الحمد لله في 14 هدف، وجينا حضرنا الماتش للطيران عارفين هو فرقه كويسه مش وحشه، عناصر كويسه عندها مدير فني كويس كابتن وليد، حضرنا الفرقه دي وعرفنا نقط القوه عندها ونقط الضعف واشتغلنا عليها، والحمد لله النهارده كان اداء مرضي بنسبه كبيره جدا، ان احنا بنلعب هو هدفنا هو الاول بس كان دي اهلي يعني. هو الحمد لله ماتش النهارده بيركبك برضو انت وتبقى ممكن انت وهيلوبس تبقوا اول وكده على حسب لسه النتيجه بتاعتهم هم والجيش ماشيين كويس. ده الماتش العاشر بالنسبه لنا، فاضل لنا لسه 8 مباريات وبعد كده من 1 ل6 يخش دوره مجمعه زي الدرجه الاولى كده بالظبط، ويخش بقى كل واحد بالنقط بتاعته، الاول برضو الاول والثاني بثلاث نقط، الثالث والرابع بنقطتين، الخامس والسادس يخش بنقطه دوره مجمعه. لسه الدوري طويل لسه وفي منافسين كدوري 98 السنه دي بصراحه اكتر من 6 فرق 7 فرق كلهم جامدين، ولغايه دلوقتي ما توقعش مين اللي يكسب الدوري، عندك اليوبس عندك الجيش عندك سموحه في جزيره كاهلي طبعا في زمالك في فرق كتير بصراحه بتنافس على بطوله 98. الحمد لله على الفوز، النتيجه طبعا مش متوقعه، نادي الطيران فرقه كويسه عملت نتيجه كويسه مع نادي الجزيره الاسبوع اللي فات، احنا جايين عاملين حساب الماتش وطبعا ده بقى بان في الاداء والنتيجه ان فرقه الطيران احنا محترمينها جدا، حتى بنلعب لغايه اخر دقيقه السكور باين اللي احنا بنلعب لغايه اخر دقيقه، احنا بنحترم المنافس في كل ماتشاتنا بنحترم المنافس، حصل لنا دروب الماتش اللي قبل فات مع سموحه بس الحمد لله بنحاول نعالجه واحنا في مقدمه الدوري، والحمد لله ربنا يكرم في الفتره الجايه عندنا ماتشات اصعب ان شاء الله بدايه شهر 2، عندنا ماتش اسيوط الاسبوع الجاي، بعد كده هناخد فتره راحه حوالي تقريبا شهر و10 ايام جاي نرجع على ماتشات جامده، هليوبلي الزمالك سبورتنج هيبقى ماتشات قويه، محتاجه ان احنا نستعد وتركيز اكتر من كده شويه، كل ماتش وليه حساباته وليه ظروفه وليه تجهيزاته، طبعا معانا كابتن يحيى بنجهز من بعد يوم الماتش الثلاث اللي فات، رجعنا من اسكندريه على طول نزلنا التمرين عشان عاملين حساب الفرقه، كانت طبعا زي ما قلت لحضرتك عامله اداء كويس، طبعا استعداد الدفاع عايزين ندافع على طريقه الهجوم بتاعتهم، طبعا كابتن يحيى عارف بيتفرج عليهم فشايفهم كويس، فبنتفرج ازاي نهاجم ازاي ندافع عليهم، فاستعدنا كويس اول اسبوع اللي فات دوت وده بان طبعا في الملعب. في البدايه الصراحه الماتش ده كان رخم لسبب، لان هو كان في نص الجدول والطيران رغم ان هم بعدينا باربع مراكز لكن لو هم كسبونا النهارده هيركبونا ويبقى هم في الجدول قبلنا، فكان ماتش رخم وهم لسه عاملين نتائج كويسه جايين من 3 نتائج ورا بعض كويسه، فكان ماتش بالنسبه لنا هيكون اهميته في ان احنا لو لا قدر الله خسرنا هننزل 4 أو 5 مراكز لورا، فكان بالنسبه لنا ماتش مهم قوي كنا نازلين مركزين قوي، النتيجه ما استغربناهاش على يعني النادي الاهلي طبيعي ان اي ماتش حتى في الدوري كله ده المنظر الطبيعي ان احنا نلعب رجاله من الاول ونوصل للفريق ده الحمد لله يعني. النهارده المحاضره بتاعت الماتش هي كانت اللي انا قلته لحضرتك دوت ان هو الفرق بيننا وبينهم مش بعيد، هم عايزين طمعانين في الماتش ده عشان يبتدوا ينافسوا على الاول، فعايزين ان احنا من الاول ننزل ما ندهمش فرصه ان هم يدخلوا معانا في الماتش، خاصه الفرقه دي لما بتخرج دايما كسبانه الشوط الاول بتبقى فرقه صعبه قوي بتبقى من اصعب الفرق، فكان ده تحذيره مننا ان احنا لازم الشوط الاول نخلص عليهم وان احنا نعمل سكور كويس من الاول يعني. الحمد لله النهارده على الفوز، احنا المفروض ان الطيران كسبان الجزيره اللي اتعدت معانا، فكنا نازلين النهارده قلنا خلاص مفيش هزار في الماتش دوت، نزلنا ركزنا الحمد لله النتيجه طلعت ايجابيه بس، والحمد لله ان احنا مستوى الحمد لله الناس كلها ارتفع في الفتره اللي فاتت ديت وركزنا على الغلطات اللي كانت عندنا بس، والحمد لله ربنا كرمنا في الماتش النهارده، استعدنا بالمباراه ديت كابتن يحيى كان
مركز على المشاكل اللي كانت عندنا على كل واحد في المشاكل الفردية بس، والحمد لله صلحناها في التمرين وقدرنا ان احنا نكسب النهاردة. بعد ما كابتن يحيى طبعا صلحنا الغلطات ديت، عدينا مستوى كل الناس اللي ارتفع. برضه في التخريب بتاع الهاندبول نفس اللي شفناه، الاصرار والعزيمه عند اللاعبين، تحقيق البطولات هي اهم حاجه عندهم، دي حاجه مهمه جدا وهي دي روح النادي الاهلي وهم دول لعيبه النادي الاهلي. اخر خبر النهارده عن منتخب مصر لكره اليد، منتخب مصر لكره اليد بيستعد لبطوله العالم في الدنمارك والمانيا. منتخب مصر النهارده مسافر كمان يومين يطلع على بطوله لاتفيا. لاتفيا دي هيلعبوا هناك ثلاث مباريات، هيلعبوا مع بلجيكا ولاتفيا واوكرانيا، وبعد كده يرجعوا على مصر ويطلعوا على الدنمارك لبطوله العالم. مجموعه منتخب مصر مجموعه قويه جدا، فيها السويد وقطر، ارجنتين، المجر، انجولا. لازم مصر تكسب ثلاث مباريات من المجموعه عشان تقدر تاهل للدور الثاني. منتخب مصر بيضم السبع لاعبين من النادي الاهلي، بيضم محمد عصام حارس المرمى، عمر الوكيل، بكار وعمر حجاج وعبد الرحمن فيصل واسلام حسن واحمد خيري وابراهيم المصري. اللعيبه منضمه، سبع لاعبين منضمين للمعسكر، اعتقد هم السبعه برضو اللي هيوصلوا ويكونوا في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر. منتخب مصر في مرحله مهمه في اتحاد كره اليد، لان الدخول للدور الثاني بقى اصعب كتير من المراحل الاولانيه. قبل كده كان بيخش عن طريق الدور 16، لكن دلوقتي لازم يكسب ثلاث مباريات في المجموعه عشان يتاهل للمرحله الثانيه. خلينا نخرج او نستقبل ضيفه كبيره، كابتن كبير، نجمه كبيره، نجمه من اسره رياضيه، نجمه محققه كتير ميداليات ذهبيه ما شاء الله، غير كده محققه اهم ميداليه في تاريخ تنس طاوله على مدار تاريخ، ذهبيه البحر المتوسط فردي سيدات ما شاء الله، هي من اسره رياضيه ابا عن جدا عن كل حاجه. هنفتح معاها الحوار، هنخرج التقرير عن كابتن دينا مشرف، وترجعوا لنا مره تانية تكون كابتن دينا مشرف قاعده معانا ونبدا معاها الحوار. نجمتنا اليوم هي دينا مشرف من عائلة رياضية خالصة، والدها هو الدكتور علاء مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة السابق، كما أن والدتها شيرين عبد الحكيم مارست اللعبة من قبل. عمتها هي نهال مشرف إحدى بطلات مصر السابقات في اللعبة، وأخيرا يلعب أخوها الأصغر أحمد منافسات تنس الطاولة أيضا. ولدت دينا في العاشر من مارس عام 1994، حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بدأت ممارسة الرياضة بلعبة التنس الأرضي، لكنها سرعان ما عادت للعبة المفضلة لعائلتها لتقود الأهلي للهيمنة على كافة البطولات المحلية والعربية والإفريقية. حصدت دينا مشرف بطولة إفريقيا للفرد والفرق في مرات عدة، حيث حصلت على بطولة كأس إفريقيا ست مرات، لديها ثلاث ذهبيات في دورة الألعاب العربية رفقة منتخبنا الوطني. مثلت مصر في العديد من البطولات الدولية، لعل من أبرزها صعودها للأولمبياد في مناسبتين وهما لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016. استطاعت دينا الصعود للدور الثاني خلال مشاركتها بأولمبياد لندن 2012، كما أنها صعدت للمشاركة في بطولتي العالم وكأس العالم. توجت مشرف بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة التي أقيمت بمدينة تاراغونا الإسبانية للمرة الأولى في تاريخ تنس الطاولة المصري على صعيد فرد سيدات، بعدما نجحت في تخطي بطلة موناكو المجنسة بنتيجة 4-1.
وصل الدين مشرف مؤخرا للمرتبة 47 عالميا، تسعى للارتقاء أكثر وأكثر للصعود في سلم الترتيب العالمي للاعبين المصنفين دوليا، لا سيما أن دينا تطمح للمشاركة في العديد من البطولات الدولية خلال العام المقبل. تعد دينا من اللاعبات المميزة سواء على الصعيد الفني أو الأخلاقي أو العلمي، فدينا سفير لمستشفى بهية في محاولة للتعريف بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو عمل تطوعي إنساني بحت. آخر ألقاب دينا مشرف كانت تتويجة مع الأهلي بلقب البطولة العربية التي كانت فيها على حساب الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0. دينا مشرف فراشة تنس الطاولة الذهبية. شفنا تقرير مش هدي حقها، هي عندها اكتر من كده بصراحة. لازم نقول هي نجمة كبيرة، نجمة حقها بطولات كتيرة ومجالات كتيرة، وحقها عندنا ان احنا نفتح معها مجالات كتيرة. احنا هنتابعها دايما لان هي تستاهل اكتر من كده كتير بصراحة. كابتن دينا مساء الخير. مساء النور، منورانا. ميرسي جدا على كل الكلام ده والتقرير حلو قوي بجد. ما اكذبش عليكي، انت تستاهلي اكتر من كده. ميرسي جدا. بطله كبيره وحققت حاجات كتيره، بس خلينا نروح للبدايات. اوكي، بدايتك كان تنس، مع انك الاسره كلها تنس طاوله. ازاي بدانا رحنا التنس؟ يعني سابوكي ازاي رحتي التنس؟ هو غالبا يعني انا مامي كانت عايزه تغير بقى، بما ان العيله كلها بينج بونج، فكنا حابين ان احنا نجرب حاجه جديده، والتنس الارضي برضو مش بعيد قوي يعني عن البينج بونج، فجربت شويه كده. بس في الاخر يعني انا حبيت البينج بونج اكتر وكملت فيها بقى. قعدتي في الملعب؟ قعدتي في الملعب عشان انت حابه الموضوع، ولا عشان شفتي كل العيله تنس طاوله؟ لا، انا كنت حابه الموضوع. حبيت. يعني انا متاكده ان هو جاي مني انا. منك انا اللي كنت حابه جدا. عندك الحته دي. طيب بداياتك مع النادي الاهلي، اكيد في البدايات بيكون لعيب باصص رايح لفين. كان ايه هدف دينا مشرف لما بدات تلعب تنس طاوله؟ انا فاكره ان اول هدف بالنسبه لي كان ان انا ادخل بطوله. يعني قعدت شويه، طبعا لسه ما بعرفش العب خالص، فقعدت شويه كده واحده واحده اتعلم كل الحاجات. بعد كده بدات اسال بقى، طب هو انا امتى هلعب بطوله؟ ففعلا رحت الحمد لله اول بطوله تحت 12. بعد كده طبعا ما كسبتش فيها. كسبتيش؟ اول بطوله ليا ما كسبتش، كنت لسه. طب استرجع الزمن لورا، لما خسرتي عملتي ايه؟ ما كنتش متضايقه، بتهيألي لسه بقى يعني مبسوطه قوي ان انا بس بشارك في البطوله. حيل. فسالت، كان معايا ساعتها جده وفيق الله يرحمه. طبعا. سالت هو انا المفروض يعني اكسب كام ماتش علشان اخد ميداليه؟ كويس. اعمل ايه عشان، فانا دلوقتي الهدف الثاني هو ان انا اكسب بس ميداليه. كويس. فقعدت شويه على بال ما كسبت الميداليه الاولانيه، دي كانت ميداليه برده برونزيه مركز رابع. يعني بتهيألي انا طريقي اخدت السلم خطوه خطوه، ما فيش اي حاجه جت نطه واحده على طول. فاول ميداليه اخدتها كانت مركز رابع، ميداليه برونزيه. بعد شويه بدات افكر، طب انا عايزه اوصل فاينل، اخد مثلا ميداليه فضيه او ذهبيه. بعد كده اخر موسم ليا تحت 12 سنه اخدت الحمد لله بطوله جمهوريه. اول مره كانت اخد كاس وميداليه ذهبيه. كان عندي تقريبا 12 سنه. 12 سنه. وبدا يدينا مشرف مشوار الذهب. الحمد لله. دكتور وفيق ذكرتيه رحمه الله عليه، حد كبير جدا، كبير عائله تنس طاوله في مصر تقريبا، مش في النادي الاهلي، لكن كان ليه دور مؤثر في حياتك. أكيد. وكنت اعرف من الداخليات ان هو كان بياخدك يوديك الملعب وهو اللي يرجعك بسبب شغل بابا او حاجه زي كده. صح، دي حقيقه. هو كان مهتم جدا ان هو بيحب اللعبه جدا جدا، وكان مهتم ان انا يعني هو يبقى معايا في التمرين، يحضر يتفرج. انا وبرده قرايبي، يعني انا برده ولاد عمتي واخويا برده بيلعبوا. ف ولاد دكتوره نهال. تمام. فهو كان مهتم ان هو يبقى معانا في التمرين، يتفرج، يحضر التمرين، يشوف برده. هو طبعا عنده خبره كبيره قوي في اللعبه، فكان في السنين الاولى فعلا كان معانا على طول وكان بيساعدنا جامد. تفتكري موقف معاه معين في ماتش، في تمرين، في حاجه؟ اكيد دي مواقف كتيره معاك. طبعا. يعني مفيش حاجه معينه. انا بس فاكره لعبيها كده، لا كتير كده. على طول ده كان على طول، يعني طول السنين الاولانيه كان هو معانا على طول. بيبقى دايما ليه ملاحظات في التمرين. برده كان بيبقى معايا في البطولات وانا صغيره اللي هي تحت 12 سنه.
فهو كان يعني معانا على طول في السنين الأولانية دي على طول. في حياة دينا مشرف مدربين كتار عدوا عليهم كتير، عدى عليكي مدربين كتير وعدي عليكي مدرب في منتخب مصر اسمه كابتن أشرف حلمي جوز دكتورة نيالي. ليه يا عمد العملية عمد الشبكة شوية بتتعاملي زي مع أشرف حلمي؟ والله كابتن أشرف فعلا يعني احنا دلوقتي بقالنا كتير قوي عشرة كبيرة قوي في المنتخب طبعا، ده غير الموضوع العائلي طبعا. يعني هو معايا من زمان من وانا تحت 15 سنة في المنتخب لحد دلوقتي احنا مع بعض، فوقف لي ماتشات كتير جدا وكسبتها ماتشات صعبة جدا قدام لعيبة كتير قوي كانوا رانكت اعلى مني حتى، فلينا الحمد لله مكاسب كتيرة مع بعض ومرتاح جدا معاه في الكوتشنج والموضوع ماشي كويس قوي الحمد لله. مين المدرب المؤثر معاكي في حياة دينا مشرف؟ لو كان كابتن أشرف حلمي هو ليه طابع خاص معاكي وليه تكنولوجيا معينة معاكي، وليه لي مين المدرب المؤثر في حياة دينا مشرف؟ هو بصراحة في ناس كتير قوي مؤثرين يعني حتى في عيلتي غير المدربين، عيلتي غير جد وفيق الله يرحمه الحمد لله كلهم، مامتي بابايا كمان كانت خالتي بتلعب بينج بونج، جدتي وجدي يعني قصدي العيلة كلها عشان عندهم خلفية عن البينج بونج فهم يعني مؤثرين في حياتي اكيد بشكل كبير. بالنسبة للمدربين برضو ما اقدرش اقول مدرب واحد، هم مدربين كتير جدا من وانا صغيرة لحد دلوقتي كان ليهم دور كبير وبصمة كبيرة قوي في حياتي وفي في البينج بونج عموما. يعني لو قلت أسامي فعلا هم كتير جدا جدا جدا، بس ممكن أقول مثلا كابتن مسعد ده أول واحد بدأ معايا هو اللي علمني الأساسيات، بعد كده كابتن سيد زين تحت 12 سنة، كابتن عادل شومان قعدنا مع بعض فترة كبيرة وأثر في لعبي في طريقة لعبي بشكل كبير جدا، كابتن يوسف ربيع دلوقتي معايا، كابتن طارق فوزي، كابتن احمد عياد، جالنا قبل كده خبير بيلاروسي أليكسيا فرموف برضو كان ليه دور كبير، وبرضو المدرب الصيني الخبير الصيني مستر زانج بقاله فتره كبيره معايا، في الاول كان في النادي الاهلي بعد كده راح المنتخب فتره دلوقتي رجع تاني النادي الاهلي، فبرضو ده من المدربين اللي فرقوا معايا جامد في طريقه لعب. طيب دينا انت بطولات كثيره مع النادي الاهلي، هنفتكر مع بعض كم ميداليه ذهب تقريبا مع النادي الاهلي؟ لا ما شاء الله. يعني الحمد لله هم كتير مش عدتهم بطولات كتيره مش عديهم، لكن نقول في بطولات مؤثره في حياه دينا مشرف اكيد يعني اكيد ديكي بطوله بتفخري بيها اكيد حاسه ان هي دي اعظم بطوله عملتيها، ايه البطوله اللي تفتكريها كويس مع النادي ولا مع المنتخب؟ مع النادي، خلينا مع النادي الاول خلينا المنتخب. في بطوله انديه افريقيه لعبناها سنه 2013، كانت انا ونادين الدولتلي وساره عمرو وعليا دعاء تقريبا في الفرقه، وكان معانا كابتن يوسف ربيع. ساعتها كان ماتش الفاينل ضد الكونغو، كانت الكونغو مجنسه صينيه وكانوا جايبين محترفه تانية صينيه برضو، فاحنا كنا بنلعب ضد صينيتين. هايل اكيد الماتش صعب جدا وموضوع يعني كان صعب. بلدهم هي بلد الصين من البلاد الاساسيه احسن ناس في البينج بونج، فعشان كده متجنسين في كل العالم تقريبا. فانا فاكره ان الماتش كان يعني صعب واحنا خلاص بقى بنلعب كمان من غير ستريس، فيمكن عشان كده لعبنا كويس جدا وكسبنا الماتش 3-0 فما كانتش حاجه متوقعه بالنسبه لنا، انا كسبت صينيه ونادين كسبت صينيه وساره عمرو تقريبا كسبت الماتش الثالث قدام بنت كمان نيجيريه مش كونغو، يعني كانت كمان الكونغو مجنسه الثالثه نيجيريه مش يعني بيلعبوا باسم العالم بس بالظبط تمام. فانا فاكره ان ده كان يومها مكسب حلو قوي لينا. وبصراحه يعني مع النادي برضو في مكاسب كتير قوي حلوه، يعني زي برضو في انديه عربيه انا فاكره مره كان في محترفه صينيه احنا ما كانش معانا محترفات ساعتها، كسبنا البطوله، كسبنا الانديه العربيه دي كتير الحمد لله، الانديه الافريقيه برضو كسبناها كذا مره وانا موجوده في الفرقه، دي اهم البطولات اللي احنا كسبناها مع النادي. مقابله الصينيات في الافريقيا والعرب كتيره بالنسبه لك عندنا دينا مشرف النهارده محترفه، فالموضوع اختلف اكيد. احترفتي في كام نادي؟ ثلاث انديه. اي انديه بقى؟ مره في تركيا في نفس النادي تقريبا موسمين كويس، والسنه اللي فاتت كنت في نادي سويدي والسنه دي بلعب لنادي في اليونان. دينا بصراحه فرق معاكي الاحتراف في تاريخ لعبك؟ اكيد اكيد فرق، لان هي الاحتراف بلعب ماتشات كل ما لعبت ماتشات اكتر وقابلت ناس اكتر بيلعبوا بطرق مختلفه كل ده ما اكيد فادني يعني فادك اكيد اكيد. مين هناك بره اللي بيساعدك؟ يعني مين مدربك؟ هل مدربك المصري بيطلع معاكي ولا مدرب من الدوله اللي انت بتكوني فيها؟ لا انا بطلع لوحدي من مصر، بيبقى في مدرب بقى هناك للنادي
اللي انا بلعب فيه كويس. هو بيبقى معايا وده برضو اداني بتهيألي خبره ان انا اتعاملت مع كذا مدرب من كذا بلد فكان مفيد بالنسبه لي ان انا اشوف هما بيفكروا ازاي الطريقه المختلفه فاكيد ده فادني يعني. ده فادك اكيد اكيد. طب قولي لي التعامل في التنس طاوله يعني احنا مثلا في الهاندبول لما بنحترف بنحترف سيزون كامل بنسافر بمشي من مصر بمشي من النادي الاهلي اطلع على نادي أوكي. لكن التنس طاوله مختلف تقدري تلعبي في دوري في اليونان وترجعي تلعبي الدوري المصري مظبوط. ازاي الاثنين بتمرنيهم يعني ازاي تتمرني هنا وتتمرني هنا يعني عايزين نعرف منك التكوين ده. هي الفكره ان انا بختار انديه اقدر احترف فيها وفي نفس الوقت العب في الدوري المصري كويس. يعني مثلا احنا عندنا دوريات اجمد شويه مثلا زي الدوري الفرنساوي او الالماني دول بيمنعوا ان انا لو لعبت عندهم خلاص يبقى انا سيزن كامل معاهم هم بس. الدوري الفرنساوي والالماني واي ثينك كمان في كذا حاجه تانية بس انا قصدي دول اجمد دوريات دلوقتي في البنات كويس. ف انا اللي حصل السنين اللي فاتت ان انا كنت بختار حاجه اولا ان انا اسافر وارجع ما بقاش مقيمه هناك. بتقعدي قد ايه هناك دي؟ على الماتش بس لو هو مثلا 3 ايام وارجع كويس واروح على الماتشات بس كانت طبعا بتبقى مرات كتير في اوقات معينه يعني. مرهقه بالنسبه لك ده؟ في وقت كان مرهق بالنسبه لي شويه مع الجامعه لما كنت محترفه في تركيا كنت ساعتها لسه بدرس في الجامعه فيعني ما كانش مرهق قوي لان هو برده النادي ده كان متفاهم قوي وكان لو مثلا عندي امتحانات مهمه ما كانش لازم اروح الماتش او كده فانا دايما كنت بختار الحاجات اللي فيها شويه فلكسبيليتي علشان الدراسه وعشان برده انا يعني بيبقى عندي حاجات تانية تمرين في مصر بطولات دوليه تانية تبع الاتحاد الدولي فما كنتش حابه ان انا ابقى يعني كوميتد مع نادي بس في ماتشات كتير قوي يعني. طب بصي هنريح شويه بسؤال كده غريب يعني عايز اساله بصراحه. كل اولياء الامور بيتعاملوا مع اولادهم تعامل ان هو لازم يكون بطل ولازم ولازم. لما تكون العيله كلها بتتكلم في نفس المجال عايز اعرف لما بترجع البيت بتتعاملي ازاي؟ اخوكي تنس طاوله، بابا ما شاء الله، ماما، جده، عمتك، جوز عمتك، قولي لي بتتعاملي ازاي؟ يعني بيتكلموا معاك في تنس طاوله ولا بيسيبوكي؟ يعني احكي لنا الموضوع شكله ازاي؟ اكيد الموضوع بيتفتح كتير، يعني هو ده الحاجه اللي هي بتجمعنا من زمان حاجه مشتركه ما بيننا كلنا فبنتكلم فيها اكيد كتير يعني بس هي حاجه بتبقى لذيذه مش حاجه يعني صعبه ان الواحد يبقى مثلا بروح اتمرن وبرجع بيت برده بتكلم في البينج بونج هي حاجه احنا بنحبها هي لعبه لذيذه جدا احنا بنحبها ومش شرط يكون الكلام كله كمان بقى على الجد يعني لو على التمرين وعلى البطولات ولازم اكسب مش لازم يبقى كله كده مش اولياء امور يعني بيدوسوا شويه على اولادهم اكيد في الفتره اللي هي كمان وانا اصغر شويه ما كنتش لسه يعني مثلا تحت 12 ما كنتش لسه كسبت قوي كان اكيد بابايا ومامتي كانوا مهتمين جدا ان انا يعني لازم اتمرن كويس اكتر شويه علشان لو عايزه اكسب فعلا احقق مثلا زي ما هم. مش فاكره موقف مع دكتور علاء قال لك حاجه قال لك العبي كويس ماما قالت لك ما كانش الماتش كويس كده يعني لا فاكره مثلا حاجه افتكرها يعني ان انا كنت في بطوله مثلا ماسكه الموبايل بلعب بقى كان زمان ما كانش فيه بقى الانترنت وكده بلعب لعبه سنيك كده على الموبايل فبابايا ساعتها قال لي لا ما ينفعش يبقى احنا في وسط بطوله وبتلعبي جيم على الموبايل حتى لو انا عندي وقت فاضي لازم اركز وفعلا اتعلمت ده من وانا صغيره ان ساعه البطوله بيفرق قوي احنا كمان لعبتنا التركيز على الترابيزه ما ينفعش انا اشغل دماغي باي حاجه تانية خالص لازم احنا عندنا اللعبه فيها منتل كتير قوي فانا فاكره ده موقف مش هنساه يعني مش دكتور علي قولي لي الماتش اللي شغال قدامنا ده ماتش ايه؟ ده ماتش البحر المتوسط الفاينل الفاينل اعز ميداليه عندك طبعا الحمد لله بس انت زودتي لي معلومه انا قلت ايه؟ فردي سيدات مصر قلت لي ده مصر وعرب افريقيا الحمد لله صح؟ الميداليه دي تمثلك ايه في حياتك؟ يعني هي بصراحه تهالي حلم يعني انا ما كنتش مش عارفه ليه متخيله مع ان انا كنت كان ساعتها في الوقت ده تصنيفي الاولى على البطوله بس يمكن عشان ما حدش قبل كده اخذ ميداليه في الفردي السيدات في البطوله دي فانا يعني ما كنتش متخيله ان هو ممكن يحصل يعني مش عارفه ليه بس الحمد لله انا اديت كويس جدا في البطوله وكنت موفقه جدا برضو لازم اقول يعني الحمد لله ربنا كان موفقني جدا ف يعني الحمد لله قولي لي ايه اللقطه دي كان حد بيكلمك رجعها لنا تاني يا صباح حد بيكلمك فيها المدرب بتاعك رجعوا لنا اللقطه اللي فاتت لو سمحت بقول لك كان من موناكو
البنت كانت قدامك صينيه متجنسه برضو. أيوة. وهي من ملاكو يعني الصين وراكي وراكي. اه دخلت الماتش ازاي الفاينل؟ انا كنت ملعبة البنت دي اليوم اللي قبله في المجموعه كويس، وكنت خسرانه منها 4-3. هايل. فكان برضو يعني نازله بقى ماتش الفاينل، انا عارفه كويس وكابتن اشرف كان معايا برضو، احنا عارفين هي بتلعب ازاي، فيمكن اكون كنت اجهز سنه كتاكتكس بقى يعني. احنا عارفين خلاص احنا السيرف ده هنصده كذا وهلعب ايه وكده، السيرف ده مثلا كان مضايقه فهلعبه، فكنت نازله يمكن جاهزه شويه، البلان كده محطوطه، كنت مترتبه شويه. وكمان كنت نازله، احنا البطوله دي كانت صعبه قوي يعني، كانت مجهده. قعدنا 3 ايام ورا بعض، بنصحى الساعه 6 الصبح، بنقعد في الملعب تقريبا اليوم كله، فكنا خلاص جينا على اخر يوم ده تعبانين جدا اللي هو يوم الفاينل. فيمكن انا اللي هو ايه مبسوطه ان انا كده كده بلعب واخده معايا ميداليه سواء ذهب او فضه، فما كنتش ستريسد خالص، كنت بس يلا العب بقى احسن حاجه عندي وخلاص، انا كده كده يعني تعبانه والحمد لله معايا ميداليه، فكنت انجويينج جدا الماتش. والحمد لله ده جاب نتيجه يعني. هيل. الماتش مشي الحمد لله يعتبر بسهوله يعني، كنت كسبانه 3-0 وخسرت بس جيم الرابع، وبعد كده كسبت الماتش 4-1 لما الحكم صفر وعرفتي ان انت كسبتي الذهب. ايه اللي جه في دماغك؟ ما كنتش مصدقه يعني، انا فاكره انا ما كنتش مصدقه يعني. الحمد لله كنت مبسوطه جدا. كابتن اشرف كان معايا وبابي كان معايا. ومامي كانت معاكي؟ لا ماما ما كانتش معايا. كويس. احكي لي، عايز افهم ايه اللي حصل. حاجه مصفر، جريتي على مين، رحت لمين كده يعني، قولي لي. طبعا اول حاجه سلمت على كابتن اشرف. وبعد كده بقى فرقتي وبوبي وكابتن ماجد مدرب الرجال. وكان معانا كابتن محمد نور عضو مجلس اداره في الاتحاد، نزلوا بقى يتصوروا، اتصورنا مع بعض ويعني كنت مبسوطه جدا طبعا الحمد لله. وطبعا اول حاجه بكلم ماما. جريتي كلمتي ماما؟ اكيد ببقى نفسي اكلمها على طول اول ما بخرج، بس طبعا اتصورنا شويه وعملنا كده شويه حاجات وهي نفسها تسمع صوتك تقول لك مبروك. طبعا. الام بتشيل كتير في الموضوع اكتر من الاب. أكيد. في الاوقات اللي احنا فيه كتير تقولي لماما اللي موجوده معانا بس بره، ايه بره الهوا، اتفضلي. لا اكيد يعني عايزه اشكرها على كل حاجه هي بتعملها لحد دلوقتي، حتى يعني انا كبيره وكل حاجه، بس هي يعني لسه معايا على طول في كل حاجه، ومع اخويا وهي كمان بتشتغل، فاكيد هي يعني بتتعب جامد معانا. اكيد اكيد. طب خلينا نرجع لورا شويه، وايام ما كنت بتدرسي ريد جانيرو 2016 اولمبياد بتلعبي، وفي نفس الوقت كنت بتخلصي بكالوريوس اداره اعمال في جامعه امريكيه، وفقنا الاثنين زي مع بعض ما شاء الله في جامعه امريكيه، يعني شغل عظيم زي بيقولوا، او دراسه قويه جدا، ازاي وفقتي بين الاثنين؟ هي الحقيقه ما كانتش سهله، بس انا برضو متعوده من وانا صغيره في المدرسه كان عندي نفس المشكله، يعني التوفيق دايما كاي يعني حد رياضي لازم يتعود ان هو يوفق ما بين الدراسه والرياضه، فيمكن انا كنت متعوده شويه لما دخلت الجامعه من ايام المدرسه ان انا لازم هقسم الوقت، لازم هتعب شويه، هضحي بحاجات شويه، فكنت يعني متعوده سنه، بس طبعا الجامعه كان في شغل كتير اصعب بكتير من حاجه تانية برضو غير المدرسه، بس كان في دكتورز كتير في الجامعه عندنا الحمد لله كانوا متفاهمين، فده يمكن كان بيساعد شويه، زائد كمان ان انا اخدت سمستر قبل اولمبياد ريو دي جانيرو اوف، ما دخلتش الترم يعني، اجلت بس ترم كويس، وده اوبشن عندنا في الجامعه، فبرضو اكيد ده ساعد شويه، اتمرنت فتره كويسه. بس الحمد لله عدت على خير. وبرضو حاجه تانية عملتها ان انا وقفت احتراف يعني، كنت في تركيا اخر سنه في الجامعه ما كنتش محترفه، نادي اهلي بس او منتخب، وبقلل على قد ما اقدر البطولات اللي انا بشارك فيها. دينا رقم 47 على العالم، وصلت 37، اول بنت في مصر تعدي المرحله دي، مظبوط؟ الحمد لله. محدش دخل ال 50 ولا ال 100؟ بتهيألي كمان مش متاكده ال 100، بس بتهيألي خليها في ال 50. من اصل 500 تقريبا، 500 لاعب مظبوط، او 500 لاعيبه العد او الرانكينج بتاعهم. بصراحه عمري ما ركزت اشوفهم يعني التوتال كام، بس قالوا لي ان محدش دخل ال 100، خلي بالك قالوا لي على طول. على طول قالوا لي مفيش حد دخل ال 100، خليها في ال 50. كان ترتيبك 37، مش هقول لك رجعت 47، لان 47 ده شرف لينا الحمد لله، لكن امتى نشوف دينا مشرف اول 10 في العالم؟ والله انا يعني مش عارفه ممكن امتى، بس انا بحاول على قد ما اقدر في الفتره اللي انا فيها دي ان انا احسن من مستوايا. كل ما قدرت ان انا اعلي مستوايا اكتر، كل ما الرانكينج هو هيعلى لوحده، فانا مش بفكر دلوقتي ان انا احسب بقى كرانكينج لازم اعمل ايه عشان الرانكينج بتاعي،
كل انا بفكر فيه ان انا احاول احسن مني انا. انا يعني انا لا يخفى عليك سر انا السؤال جاي ورا سؤال. يعني انا قصدي ازاي ندعم دينا مشرف عشان تخش من اول 10 في العالم. ودي اهم حاجه عندنا ان الالعابات الفرديه دي اهم حاجه. الدعم موجود من الدوله والاتحاد والنادي. دينا مشرف اعتقد هتخش رقم 10. فايه اللي مطلوب؟ ايه اللي انت عايزاه كبطله كبيره عشان في الاولمبيات الجايه نقدر نلاقي دينا مشرف يعني ترتيبها متحسن لقدام؟ انا طبعا نفسي في التمرين يعني على مستوى اعلى شويه، لان انا رحت معسكرات كتير بره في الصين وحتى في اوروبا. يعني يمكن مش عارفه التمرين بيبقى احسن شويه، الكواليتي نفسها بتبقى اعلى. هو قطعك. اه اتفضل. عايزك تعلي على الصوره. اه ده معلش اعذريني. الحمد لله يعني وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى كان بعد بطوله البحر المتوسط على طول. اه فطبعا كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي يعني الحمد لله. لما قلت سياده الرئيس قال لك ايه؟ قولي لي. لا هو قال لنا مبروك بس. قال مبروك. اه الصوره الثانيه. اه مع كابتن خطيب. اه ده كان في الانديه العربيه اللي فاتت. ده كان تقريبا من شهرين او من شهرين بس. كنا في تونس وهو جالنا، مع ان هو انا فاكره هو ساعتها كان تعبان. بس هو جالنا مخصوص من الاوتيل بتاعه لحد الاوتيل بتاعنا عشان يبارك لنا على مكسبنا في الانديه العربيه. ودي كانت بصراحه حاجه جميله قوي منه، ويعني كنا مبسوطين جدا ان هو جالنا يعني. طيب هنرجع تاني لدينا مشرف. ايه اللي مطلوب من مصر عشان تدعم دينا مشرف عشان توصل لمنصه تتويج او توصل من تحسن الرانكينج بتاعها او توصل من احسن 10 لاعبات في العالم في طوكيو اللي جاي 2020؟ هو يمكن انا اكون محتاجه معسكرات اكتر شويه. يعني انا لو اتمرنت احسن شويه او تمرين بكواليتي اعلى شويه بتهيألي ده هيفرق معايا جدا. انا حاليا وانا في مصر بركز اكتر على تمارين اللياقه دلوقتي الفتره دي، والحمد لله بتمرن كويس جدا مع كابتن بتاعي بقالنا سنين كتير جدا مع بعض كابتن محمد الجمال، وده فارق معايا الحمد لله. بس ناحيه البينج بونج يعني بصراحة أنا لسه مش قادرة ألاقي اللي هو أحسن حاجة، لأن أنا سافرت كتير قوي برا ولعبت يعني اشتركت في معسكرات كتير قوي، فالتمرين دايما بيبقى أحسن. فأنا نفسي أن يكون عندنا نفس الجودة دي اللي هي في معسكرات برا برضو عندنا في مصر. فيمكن هضطر أن أنا مثلا أسافر معسكرات أكتر علشان ألاقي نفس الجودة اللي أنا عايزاها وأتمرن عليها، وده كده هيفرق معايا جدا. طب إيه رأيك أتكلم على لساني كده؟ انا اتفضل. انا لازم نقول ان دينا مشرف بطله وبطله مهمه، واحنا دايما في الالعاب الفرديه هي اللي في الاولمبياد بتجمع ميداليات او بتحصد ميداليات. نتمنى من وزاره الرياضه متمثله في الدكتور اشرف صبحي، نتمنى من اتحاد تنس طاوله متمثله في الكابتن معتز عاشور زياده المعسكرات لدينا مشرف، اعداد بطل لاولمبياد طوكيو، خامه مشرفه ذهب وميداليات كثيره وميداليه في البحر المتوسط وكسبانه ابطال كبار وهي جوه ال 47 او جوه ال 50. نتمنى الناس كل الدعم دينا مشرف في المرحله اللي جايه. هي لعيبه انت عارف اللاعبين في الوقت مش بيتكلموا، لكن انا بتكلم انا اللي بقول نتمنى التدعيم ليها بكل اللي هي عايزاه، لان انا متاكد لو دينا مشرف اتدعمت هتوصل ليه مرحله كبيره جدا 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 وهتقف على مسار التتويج العالميه، لانها ما تقلش عن اي حد من الموجودين من اول 10 في العالم. دينا الكلام ده مني انا شخصيا، لكن ميرسي لحضرتك. هطلعك لتليفون مهم. اوكي كويس عشان هي ما دخلتش الهوا، هناخدها على التليفون. قولي مساء الخير. اوكي مساء الخير. علي صوتك بقى، علي صوتك. الو عايز تكوني مذيعه. اوكي الو اهي سامعه ماما. مين ماما؟ صح. مساء الخير. اهلا مساء الخير يا كابتن خير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كنت عايزك تنورينا معانا بصراحه. والله انتم نوركم كفايه. لا والله العظيم. يعني اقول لك ايه، تقولي ايه لدينا النهارده بعد هي ما شاء الله من يعني تاريخ كبير ولسه قدامها تاريخ اكبر في المرحله اللي جايه، تقولي لها ايه على المرحله اللي فاتت والمرحله اللي جايه؟ والله يعني ما شاء الله دينا الحمد لله، يعني هي كان اولا قدامها تحدي كبير بجد في بدايه مشوارها، انه زي ما حضرتك قلت في الاول انه يعني باباها كان بطل وانا كنت برضه بطله مصر والعرب وعمتها وخالتها فكل العيله، فده حد ذاته بيبقى ضغط جامد جدا يعني ما حدش يستوعبه الا لما يكون فيه. فانت من بداياتك كان عندك تحديات وحاجات، بس هي بصراحه الحمد لله ما شاء الله قدرت انها تتفوق على كل العيله دي بكل نتائجنا، يعني مع كل احترامي لينا كلنا. لا 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 بطله بطله ما شاء الله، هي اللي رفع راس العيله. اتفضلي. فالحمد لله هي بجد يعني قدرت تحقق الحمد لله يعني
انجازات الحمد لله سوفر يعني، مش بس بقى العيله لا، يعني صراحه في تاريخ كل اللي لعبوا تنس طاوله في سواء في مصر فعلا او في العرب او في افريقيا الحمد لله. دي حقيقه. طيب قولي لي ايه احلى يعني وقت او فوز او ميداليه دينا مشرف جابتها وانت كنت فرحانه جدا بالميداليه دي؟ والله ميداليات كتيره جدا يعني، هو طبعا اهمهم كانت الميداليه التاريخيه اللي هي ذهبيه البحر الابيض المتوسط، لان دي فعلا حاجه تاريخيه وما حصلتش قبل كده زي ما حضرتك قلت، وكانت صعبه جدا يعني، منافسات كانت فيها صعبه جدا، لان انت بتلعب مع ابطال اوروبا فرنسا وايطاليا ودول الحقيقه جامده، وكمان بقى في كان المجنسه الصينيه من موناكو ودي لعيبه جامده جدا، وبرده زي ما حضرتك عارف انه الصينيين هم ابطال العالم بلا منافس، ولدرجه ان هو يعني ما فيش مكان للصينيين في المنتخب الصيني، فبالتالي بقوا بيتكنسوا في كل اوروبا. فالحقيقه ده بيصعب المنافسه جدا يعني، فيمكن دي كانت يعني اصعب ميداليه. والحقيقه برضو حتى الالعاب الافريقيه برضو يعني زي ما تينا قالت كانت بطوله صعبه جدا وميداليه غاليه جدا، لان برضو دي كمان كانت اول ذهبيه العاب افريقيه ايفر في تنس الطاوله يعني. فالحقيقه يعني دول الميداليتين اللي انا بحس ان هم يعني اغلى اثنين يعني. يعني مش عارفين نشكرك ازاي، لكن بنقول لك عندك بطله، وان شاء الله في المرحله اللي جايه كل مصر تقف معاها عشان تحقق ان شاء الله ان شاء الله ميداليه في طوكيو 2020. شكرا جزيلا، ونتمنى دايما نتواصل معاكي ونشوف ايه اخبار كابتن دينا مشرف. كابتن دينا المنافسه في افريقيا مهمه جدا، بتنافسي نيجيريا وبنافس الكونغو اللي بيجنسوا برضه، ودي شايفاها ازاي؟ مصر شايفاها ازاي في وسط نيجيريا والكونغو؟ احنا الحمد لله بقالنا فتره يعني بنكسب في بطولات افريقيا كذا سنه ورا بعض، اخر سنه تقريبا او مش فاكره سنه او سنتين ما كانش في صينيات مجانسات من الكونغو، هم تقريبا يعني وقفوا مش يعني مش فاكره امتى بالظبط، بس هم غالبا وقفوا، فبقى المنافس الاكبر هو نيجيريا. احنا الحمد لله يعني هم اوكي لعيبه كويسين وكل حاجه، بس احنا كفتنا ارجح بنكسب اكتر، ف يعني دايما هو ماتش صعب، بس احنا الحمد لله احسن وبنبقى جاهزين للماتش. بس لنا كام سؤال عايزين نسرع شويه. اوكي. دينا اتحملت ضغط كبير ان الدكتور علي مشرف هو رئيس اتحاد تنس طاوله، من واقع واحد كنت في نادي خلي بالك. بصراحه يعني دينا في الاداره صغيره، اصل دي بابا كذا كذا، صح؟ اكيد سمعتي الكلام ده. اكيد. اتعاملتي مع الموقف ده ازاي؟ خلاص هو يعني كده كده الناس بتتكلم يعني، فانا كل اللي انا بعمله ان انا بتمرن وخلاص، المكسب اللي انا بكسبه ده مش بكسبه عشان الناس، انا بكسبه عشان نفسي وعشان الناس اللي حواليا. برافو عليك. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان الحمد لله يعني برضو احنا لعبتنا مش لعبه رقميه مثلا او لعبه، قصدي اقول ان الحكم الحكم ملوش اي دخل خالص في اي حاجه، ف يعني النتيجه كل ما كان اللاعب احسن هو ده اللي هيكسب، مش دينا مشرف كسرت كل الكلام وقالت للناس كلها ان كان دينا مشرف كانت احق من اي حد، وهي من بدايتها اللي كل الكلام كان كلام عليها كتير عشان بقى على مشرف. ده رايي شخصيا. النهارده هي كسبانه ميداليات كتيره ما شاء الله، فلازم نقول ان كل الكلام اللي اتقال عليها في الاول هي استحملته وقدرت تستحمله، وفي الاخر هي اثبتت بالدليل ان هي بطله كبيره. كابتن دينا تقولي ايه في اسئله سريعه لجمهور النادي الاهلي؟ اقول لهم يعني ميرسي جدا على كل الدعم والتشجيع لينا، حتى لو انا عارفه ان الكوره هي اللي بتبقى واخده يعني كل او معظم الاهتمام، بس في ناس كتير قوي بتبقى برده مهتمه بينا، فبشكرهم على ده. وبقول لهم يتابعونا اكتر، يعني لعبه البينج بونج لعبه لذيذه وحلوه، وهم اصلا انا اعرف ناس كتير قوي بتحبها، فهم لو تابعونا اكتر كمان ان شاء الله يعني برده هتبقى حاجه يعني حلوه ليهم. فبس يعني دينا مشرف وعلاقتها بالسوشيال ميديا. بقيت للاسف يعني بقعد كتير. اصل انا يعني مقتنعه ان هي بتضيع وقت كتير، ويعني بحاول ان انا دايما اقلل، بس للاسف هي يعني حاجه مهمة. بتشد قوي ومهمه طبعا برضو دلوقتي، هي يعني واخده حيز كبير من
مثلا اعلاميا حتى او كده الناس بقت دايما قاعده على الموبايل اكتر من ما بتتفرج مثلا على التلفزيون او كده، فهي دلوقتي مهمه جدا. تتمني ايه في المستقبل او توعدي بايه في المستقبل؟ مش توعدي، تتمني بايه في المستقبل القريب؟ اتمنى ان شاء الله ان انا اعلي الرانكينج بتاعي شويه. احنا العشرة قلنا اتفقنا العشرة. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان انا يعني ان شاء الله لو قدرت اعلي مستوايا اللي انا عايزاه، انا يعني في كده مستوى معين مقتنع ان انا اقدر اوصل له لسه، يعني حاسه ان لسه في مجال او مساحه ان انا اعلي مستوايا، فنفسي ان ده يحصل. حاسه ان ده لو حصل ان شاء الله اوتوماتيكلي في نتائج كتير قوي نفسي تحصل هتحصل، زي مثلا ميداليه في كاس العالم. انا شايفه انها مش حاجه بعيده. في الاول طبعا كنت بقول ايه ده، لا دي حاجه صعبه قوي، بس بعد شويه لما لعبت طول كاس العالم الحمد لله كتير كذا مره فشفت ايه اللي بيحصل فيها، فنفسي في يوم من الايام ان شاء الله انا اكون بكسب ميداليه في بطوله كاس العالم. سؤال غريب شويه، مقارنه بينك وبين نهال مشرف، لو قلنا انت ولا نهال؟ سؤال صعب. سؤال صعب طبعا. بس انا برضو عايزه اقول حاجه، انا للاسف يعني ما شفتش خالص اي حد، حتى مامي ونانا يعني عمتي بقول ماشي نانا وخالتي، يعني انا للاسف كان نفسي اتفرج عليهم وهما بيلعبوا، ما جاتليش الفرصه قوي يعني. اكيد هما اولا انا طبعا لما بدات العب كانوا هما خلاص ما بيلعبوش يمكن، بس خالتي كانت لعبت شويه وانا بلعب وانا صغيره خالص، بس انا قصدي ان انا كان نفسي قوي اتفرج عليهم هما بيلعبوا ايه، طريقه لعبهم بيلعبوا ازاي، بس لسه ما جاتش الفرصه يعني. الحمد لله طريقه اللعب زمان غير طريقه اللعب دلوقتي، في حاجه مختلفه تماما، كتير قوي كمان اتغيرت في اللعبه. اكيد دينا في اخر حلقه نورتينا وشرفتينا، ميرسي جدا، صدقيني مستمتع جدا بالحديث، والحديث عايز يطول بس هم بيقولوا لي خلاص كمان. وقت فعلا والله انا كمان بجد بجد مستمتعين بنجمه كبيره، وان شاء الله هنتابعك ونفضل ندعمك لغايه ما نوصل لطوكيو، الاقيكي ان شاء الله نفس ميداليه. كل التوفيق لكابتن دينا مشرف في المرحله اللي جايه، بطله كبيره، بنطلب تاني ونقول كل الناس اللي بتدعمها في المرحله اللي جايه ان ميداليات الفرديه هي اللي بتحقق ميداليات اولمبيه. في اخر الحلقه شكرا والى اللقاء.